احنا النهارده هنتكلم عن يعني المين ايديا بتاعتنا او الموضوع الرئيسي اللي احنا هنتكلم فيه هو الفيديو اديتنج. ولكن بما ان احنا هنتكلم على الفيديو اديتنج في عصر الذكاء الاصطناعي، فاحنا هنتكلم في صناعه الفيديو عموما. صحيح هنركز فيها على المونتاج، ولكن هنتكلم على صناعه الفيديو عموما. لما بنقول فيديو بنقول اي عمل مرئي، سواء كان بقى لايف اكشن، سواء كان موشن، سواء كان انيميشن، لكن احنا هنركز طبعا على الفيديو اديتنج. فاحنا ممكن في كلامنا هنتطرق لحاجات تانية دخل فيها الذكاء الاصطناعي في مجال الايه الاعمال المرئيه عموما. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اعمل كده اعرض، يبقى عنوان المحاضره بتاعتنا صناعه الفيديو في عصر الذكاء الاصطناعي. اول حاجه التعريف بالمحاضر. برحب بحضراتكم جميعا وشكرا لوجودكم معنا في المحاضرة دي. أتمنى إن شاء الله أن أنا أحسن استثمار وقتكم وتستفيدوا منها. يعني عادة أنا كنت بقول أنا أخوكم سالم أشرف، بس لقيت أن أنا بقى يعني بقيت إيه شاب كبير في السن شوية، ومعظمكم شباب صغيرة ما شاء الله ربنا يحفظكم يعني، فإيه فحسيت أن أخوكم دي أنا بصغر نفسي أو بتشبث في مرحلة سنية غير مرحلتي، فاعتبروني خالكم يعني. لا لا، أخوكم سالم أشرف، أنا كرياتيف دايركتور في وكالة إنتاج إعلامي في المملكة العربية السعودية. أنا شغال في مجال الجرافيك عموما بقالي فوق 15 سنة، وبقالي يعني فوق 7 سنوات مدرب في مجالات الجرافيك عموما، ومؤخرا بقيت مدرب معتمد من أدوبي. يعني أنا خريج عدة دراسات، فأنا أول ما درست كمبيوتر ساينس، وبعدين كان عندي شغف إن أنا أدخل إعلام، فبعد ما خدت بكالوريوس كمبيوتر ساينس خدت بكالوريوس إعلام. يعني ده كده مش عايز أطول عليكم، مهم إن أنا إيه أخوكم سالم أشرف. نبدأ ندخل نتكلم عن محاور المحاضرة بتاعتنا النهاردة. احنا هنتكلم عن تعريف المونتاج وأهميته، بعدين هنتكلم عن أهم برامج المونتاج للكمبيوتر، وهنتطرق على لأهم برامج المونتاج للموبايل، وعندنا بعد كده مصادر تعلم المونتاج وآلية التعلم، والنقطة اللي بعدها تكون الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيديو، وفي الآخر كده هنلقي نظرة على أهم أدوات الذكاء الاصطناعي في الفيديو. طبعا احنا مش هنلقي نظرة على كل ادوات الذكاء الاصطناعي في الفيديو، لان احنا النهارده بننام بنصحى بنلاقي عشرات وممكن مئات ادوات الذكاء الاصطناعي اللي دخلت على الساحه وبقت موجوده. فيعني هي طفره الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقت مستمره ودايما في تطور، لكن احنا هنلقي نظره على مجموعه من الادوات اللي تهمني وتحسن شغلي وتسهله كمونتير. نبدا اول حاجه تعريف المونتاج واهميته. تعالوا نشوف بيقول لنا ايه. هو مش هو اللي بيقول لنا، انا اللي بقول لكم، بس خلينا نقول. بيقول لي المونتاج هي كلمه فرنسيه تعني تركيب او رفع شيء على اخر. طبعا كلمه مونتاج زي ما انتم عارفين، يعني احنا لو جينا دورنا هنلاقي عندنا في الانجليزي اسمها فيديو اديتنج، وفي العربي اسمها محرر فيديو. فعشان كده من هنا جه الاصل في كلمه مونتاج. وطبعا في ناس اللي هم من بره المجال دايما بيخلطوا ما بين المنتج والمونتير، دي حاجه ودي حاجه وهكذا. فهي كلمة مونتاج هي كلمة فرنسية تعني تركيب أو رفع شيء على آخر. المونتاج بقى نفسه هو فن اختيار وترتيب المشاهد وطولها الزمني على الشاشة بحيث تتحول إلى رسالة محددة المعنى، وتسمى هذه العملية بالإنجليزية فيديو إديتنج، وهي الركيزة الأساسية لأي مشروع إنتاج تلفزيوني أو سينمائي. وهو باختصار إعادة ترتيب اللقطات التي تم تصويرها في وقت سابق، وإزالة المشاهد والزوائد غير الضرورية، وإضافة المؤثرات الخاصة. يعني ببساطة شديدة انا ايه اهميه المونتاج بالنسبه لي. احنا بنصور مجموعه من الفيديوهات دي في صورتها او حالتها اللي اتصورت بيها قد ما توصلش رساله او هدف واضح للمشاهد اللي هو بيتفرج عليها، لكن من خلال عمليه المونتاج ان احنا بقى اول حاجه بنقص اللي ملوش لازمه منها، بنعيد ترتيبها عشان تمشي بتسلسل معين، بنحسن جودتها وبنضيف عليها بعض الاضافات زي المؤثرات الصوتيه، المؤثرات البصريه وخلافه، عشان تكون رساله واضحه ذات هدف محدد. طيب ايه أهمية المونتاج؟ ليه المونتاج حاجة مهمة؟ يعني ليه الناس ما تنزلش تصور فيديوهات وتنشر وخلاص؟ خلينا نشوف هنا بيقول لنا ايه. بيقول لي ان الصورة التي نشاهدها عبر البرنامج التلفزيوني او الفيلم السينمائي ليست بالضرورة نفس الترتيب ما تم تصويره، وربما ليس بالتسلسل الذي نراه يعرض به، فغالبا ما يعمد المخرج الى تسجيل لقطات مختلفة، واحيانا تصور لقطة اكثر من مرة لاختيار الافضل والانسب منها لخدمة الهدف من العمل المرئي.
اول حاجه دي وظيفه فنيه. دلوقتي انت مثلا لما نيجي نتفرج مثلا على افلام او مسلسلات، بنلاقي مثلا عندنا المسلسل مثلا في تصوير في فيلا في المهندسين، في وبعد كده مقر شركه في الحته الفلانيه، وبعدين في مصنع في الحته الفلانيه وكذا، والمشاهد بتتكرر عندي بالتوالي في الاماكن دي. يعني عندنا كل يوم الناس ساكنين في الفيلا دي، فكل يوم بيبقى عندي في الحلقه ان الناس بتصحى من النوم وتبدا تاكل وتتخانق وتزعق وتسبح وتعمل في نفس الفيلا دي. طيب هل هم بيروحوا مثلا الحلقه الاولى بنصور في الفيلا، وبعدين ناخد كاميراتنا ونطلع نصور في المكتب، وبعدين ناخد كاميراتنا ونطلع نصور في المصنع وهكذا؟ الحقيقه لا. لو انا عندي 30 حلقه، الفيلا دي هتظهر مثلا في 15 حلقه منهم، بصور كل مشاهد الفيلا دي في يومين ثلاثه. يعني بصور كل ال 15 مشهد بتوع الحلقات المختلفه في يومين ثلاثه. طيب كذلك الامر المصنع، كذلك الامر الشركه وهكذا. فطيب نيجي في عمليه المونتاج، نبدا نرتب بقى. اللقطه دي اتصورت صحيح، كل اللقطات اتصوروا في 3 ايام، لكن انا كمونتير برجع ارتب. دي اللقطه، ده المشهد ده اللي كان في الحلقه الاولى، المشهد ده اللي كان في الحلقه ال 15 وهكذا. فدي مهمه فنيه للمونتير. كمان خلونا نتكلم مثلا البرامج التلفزيونيه. البرامج التلفزيونيه برضو بتحتاج منتجه لو هي مش لايف، لان مونتاج اللايف ليه طريقه مختلفه. برضو بحتاج ان انا ابدا اخد الكاميرات اللي صورت، اجيب الضيف الاول، اجيب الضيف الثاني، وبعدين انتقل على المذيع، وبعدين انتقل على لقطه لونج لكامل الاستوديو، واجيب الناس لو في جماهير باخدهم وهكذا. احيانا بيبقى في اخطاء بيقع فيها بعض الضيوف مثلا، لو البرنامج طبعا لو البرنامج بيبقى على الهواء بتبقى مشكله، وده اللي بيبقى سبب مثلا بعض المشاكل اللي بتحصل. تصريحات لفلان ومش عارف ايه، كلمه قالها بالغلط، تصريح خاطئ ما كانش ينفع يقوله على التلفزيون وهكذا. لكن في المونتاج بنصلح كل الكلام ده. يعني دي حاجة مهمة من الحاجات اللي بيعملها المونتاج. ايه تاني؟ بيقول لك قد يقوم بإدخال لقطات سبق تصويرها لإثراء الموضوع. دلوقتي احنا عندنا لقطات مثلا بنجيبها من الأرشيف، لقطات متصورة سابقا، لقطات خدتها من مكان تاني، فبحتاج أدخلها. فدي برضو أهمية من أهمية المونتاج. تمام. فبيقول لي لذلك فإن عملية المونتاج، ركز في الحتة دي، عملية المونتاج هي عملية ولادة الفيلم أو العرض المرئي. شوفوا يا شباب، إحنا دلوقتي عملية المونتاج دي بتيجي آخر حاجة في مرحلة البوست برودكشن، جت بعد الكتابة، بعد ما الفكرة اتحطت، وبعدين الفيلم اتكتب، وبعدين جبنا ناس، اخترنا كاستنج مين اللي هيعمل أو مين اللي هيأدي أو مين اللي هيقدم أيا كان نوع العمل المرئي، وبعدين بدأنا نصور وإضاءة وحاجات وكده، وبعد كده جالي المونتاج. مرحلة المونتاج دي مهمة جدا، وهي مرحلة ولادة العمل المرئي. انتوا عارفين في مرحلة المونتاج قد يكون الفيلم او الفكرة كانت ماشية في اتجاه معين، ونيجي في المونتاج نغير، ودي بتحصل. يعني احنا كنا مثلا بنصور حاجة معينة بترتيب معين، وبعدين جينا في المونتاج لمعت في دماغ المخرج حاجة، او لقينا غلطة هتبوظ مسار البتاع. فهي مرحلة المونتاج دي مرحلة مهمة، وخدوا بالكم كمونتير ان شاء الله من حضراتكم يعني هياخد فكرة عن الموضوع ده ويحب ان هو يكمل في مجال المونتاج. انت دورك مهم جدا، وجودة العمل اللي انت هتطلعه طبعا مش بتشتغل لوحدك، بيبقى فيه اشراف عليك وبيبقى فيه ناس معاك وكده، لكن انت بتبقى من اهم الاشخاص، لان العمل بيبقى محوري. لو ما طلعش من ايدك بجودة كويسة ممكن تبوظ عمل كامل، وممكن يجي لك عمل تعبان وانت في مرحلة المونتاج تبقى مونتير متفوق ومتقدم، وترفعه لدرجة عالية، تخلي يعني ترفع مستواه وتحسن صورته وتخليه ممتاز. فانت في ايدك انك انت تجهض عمل للجميع، او انك انت ترفعه وترقيه. لذلك مرحلة المونتاج هي من اهم المراحل اللي موجودة في صناعة الاعمال المرئية عموما. بقول لك والقرارات المونتاجية التي تتخذ تصنع من المواد التي صورت عملا ناجحا او لا. ده هنا بالنسبة للنقطة بتاعة تعريف المونتاج وأهمية برامج المونتاج. لو في أي أسئلة عند حضراتكم وأنا بشرح، أفضل إن احنا نخليها للآخر، بس سجلوها يعني عشان ما فيش حاجة تفوتنا. وإن شاء الله احنا يعني مش هنختم السيشن بتاعنا ده غير وإحنا مجاوبين على كل أسئلتكم واستفساراتكم، سواء حاجة أنا قلتها حد منكم ليه استفسار أو توضيح ليها أو ليه تعقيب عليها، أو سواء حاجة أنا ما ذكرتهاش وحد من حضراتكم حابب إن هو يستفسر عنها، انا معاكم ان شاء الله. طيب بيقول لي اهم برامج المونتاج للكمبيوتر. دلوقتي احنا لما بنيجي نتكلم عن برامج المونتاج عندنا عدد مهول بالبرامج، ممكن نلاقي مئات البرامج كلها بتعمل مونتاج، لكن نفس المستوى الاحترافي، او هل كلها ليها نفس الطلب في سوق العمل؟ لا طبعا.
عندنا برامج يعني هي التوب، وهي البرامج المذكوره قدامنا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين. مش عارف البوينتر بتاع الماوس بيبان ولا البرزنتيشن بيبان من غير بوينتر؟ الشباب اللي معاه مايك تقول لي البوينتر بتاع الماوس واضح ولا لا؟ واضح يا باشمهندس، واضح. طيب شكرا لحضراتكم. عندنا اول برنامج معانا، وطبعا الترتيب ده ملوش دعوه بالافضليه، يعني احنا مش مرتبينهم هنا بالافضليه، لكن انا هقول لكم على الخمس برامج اللي هي تعتبر التوب على الساحه، واللي هي بتحقق الاندستري ستاندردز، تمام؟ وهنشرح دلوقتي ايه هي الاندستري ستاندردز. عندنا دلوقتي برنامج الادوبي بريمير برو، وعندنا بعده برنامج الفاينل كات برو، عندنا برنامج الافيد، عندنا برنامج الايديوس، وعندنا برنامج الدافنشي ريسولف. دي البرامج اللي بتطبق معايير الصناعه او الاندستري ستاندردز زي ما بنقول. تقدر تشتغل بيها من اول الفيديوهات البسيطه اللي انت عاملها عشان ترفعها على انستجرام، على تيك توك، على اي حاجه انت بتعملها، وانتهاء بالافلام السينمائيه الكبيره واللي فيها شغل كتير وهكذا، ومرورا طبعا بالحاجات البسيطه، المناسبات والمؤتمرات والبرامج التلفزيونيه وخلافه، كله اقدر اعمله على البرامج الخمسه اللي موجوده عندنا. طيب برنامج الادوبي بريمير هو برنامج من عيله ادوبي، وده برنامج يعني دلوقتي منتشر على الساحه. ليه منتشر على الساحه؟ سهولته وتكامله مع مجموعه ادوبي. اللي ما اشتغلش مونتاج قبل كده ما يعرفش البريمير، اكيد على الاقل سمع عن الادوبي فوتوشوب. فالفوتوشوب ده من اشهر برامج الجرافيك، وهو من عيله ادوبي. عندنا الالستريتور من عيله ادوبي، الافتر افكت من عيله ادوبي. فهو برنامج غير المميزات اللي موجوده فيه زي مثلا السلاسه والسهوله، وانه برنامج مرن وتقدر تتعلم عليه بسرعه وتشتغل عليه بسرعه، فهو متكامل مع مجموعه تانية من البرامج اللي بتخدم عليه، وبالتالي انت كمونتير هتلاقي نفسك بتطلع شغل بمنتهى الكفاءه مع برامج تساعدك كتير ان انت توصل للي انت عايز تعمله. برنامج الفاينل كات برو اكس هو برامج قوي جدا، ده من اوائل البرامج اللي كانت واخده مساحه على الساحه. لكم ان تتخيلوا ان مثلا الفاينل كات برو اكس مش بالنسخه دي، يعني نسخته الفاينل كات برو اول ما نزل كان تقريبا في التسعينات 98 او 99، ساعتها كان بيحتل لوحده 49% من سوق العمل لوحده، وبقيه النسبه بتتوزع على بقيه البرامج. كان برنامج متقدم جدا، فيه خيارات كتيرة جدا، لكن زي ما هنشوف ونتكلم دلوقتي طبعا بيختلف. في برامج بتطور نفسها بصورة أسرع، في برامج بتبقى أسهل انتشارا بين الناس، برامج تكلفتها أقل. العوامل دي كلها بتؤثر على إيه البرنامج اللي موجود على الساحة دلوقتي. البرنامج اللي بعده بعد كده عندنا أفيد، وأفيد ده احنا بنتكلم على البرنامج اللي بيستخدم حتى الآن، وهو المسيطر الأكبر على هوليوود وشغل الأفلام. شغل الافلام بصوره اساسيه بيشتغلوا افيد. اي فيلم سينما ادخل اكتب تايم لاين لاي فيلم يجي في بالك، هتلاقي ان مثلا، مش عايز اقول نسبه كبيره لان ما عنديش احصائيه واقعيه، بس خلينا اقدر ان انا مش اقل من 70% من الافلام اللي موجوده على الساحه بيشتغلوا على افيد. ليه؟ لان هو ده اللي اعتمدته هوليوود، وهو ده اللي صناع الافلام شايفين ان هو يواكب الصناعه وبيطلع اللي هم عايزينه. طب واحد يقول لي يعني انا ما ينفعش اعمل فيلم على فاينل كات برو؟ لا ينفع طبعا. ما اقدرش اعمل على بريمير. بريمير زمان اول ما طلع ما كانش يرقى للمستوى ده، لكن حاليا دلوقتي في افلام كتيره بدات تعتمد على بريمير وبدات تشتغل على بريمير. ايديوس ده برضو من البرامج اللي بتعتمد عليها القنوات التلفزيونيه. سابقا طبعا دلوقتي الدنيا بتتغير، والبريمير والدافنشي بياخدوا مساحه، بياكلوا من الحاجات دي، لكن ايديوس ده كان معروف ان هو بتاع القنوات التلفزيونيه. كل القنوات الكبيره بتشتغل ايديوس، القنوات الاخباريه، الجزيره بقى وام بي سي والعربيه والحاجات دي، وحتى الحاجات الاجنبيه سي ان ان وغيره كانوا بيعتمدوا على ايديوس في المونتاج. فهو كان معروف ان هو ده اللي بتعتمد عليه القنوات التلفزيونيه. برنامج الدافنشي ريسولف تفوق على الناس دي كلها وطلع من سلم تاني خالص، ومش سلم الايديتنج او مش سلم المونتاج، طلع من سلم الكالر كوركشن او التعديل اللوني. دلوقتي ناس كتيره جدا، يعني انا واحد من الناس مثلا، ما برتاحش على الايديتنج في الدافنشي ريسولف. برنامج احترافي بيطلع كل حاجه، بس انا بالنسبه لي السهوله والسرعه ان انا اشتغل على بريمير، ايدي متعوده عليه، مرتاح عليه، فبخلص شغلي عليه. لكن اجي في الكالرنج واقوم واخد الشغل محوله للدافنشي وابدا اشتغل كالرنج على الدافنشي. طب واحد تاني يقول لك انا اوجع دماغي ليه؟ ما انا اشتغل كله على الدافنشي.
كلام سليم، برنامج مونتاج قوي ويطلع لك شغل زي ما الاربعه الباقيين بيطلعوا شغل، بل ان هو ممكن يكون متقدم عليهم في حاجات كمان. في ميزه مهمه جدا في الدافنشي ريسولف انه في نسخه بامكانيات معقوله، يعني مش هتفرق كتير عن النسخه المدفوعه، مجانيه، عنده نسخه مجانيه. يعني شوفوا برنامج، كل البرامج اللي قدامكم دي برامج مدفوعه وبرامج بيدفع فيها مبالغ محترمه، مش مبالغ قليله، لكنه في نسخه مجانيه وبتشتغل. فانت ايه اللي يخليك، طب ما انا عندي الكلام ده كله، الشغل او الادوات اللي انا اقدر اشتغل بيها على اي برنامج من دول موجوده عندي في برنامج، واقوى منهم كمان في الكالرنج ومجاني، فليه اتوجه لحاجه تانية؟ فده بيدي ميزه للدافنشي ريسولف وبيخليه منتشر وبيخلي ناس كتيره تنقله. طيب الفاينل كات برنامج مميز وقوي، لكنه في نقطه مهمه جدا بتؤثر على انتشاره. ايه هي؟ ان هو بيشتغل على الماك فقط، اجهزه الماك فقط. هو اصلا من انتاج شركه ابل، وبالتالي ابل ما بتنزلوش غير على اجهزتها فقط. طيب زمان في فتره من الفترات كان معروف، او الستاندرد بتاع مجال الجرافيك ومجال المونتاج والوكالات الكبيره والاستوديوهات وغيره، ان كل ده بيشتغل ماك. طبعا لان ويندوز، الشركات اللي كانت بتصنع اجهزه ويندوز ما كانش عندها شركات بقوه جهاز الماك. دلوقتي لا، بقى في شركات منافسه، بقى في لابتوبات واجهزه حاسب الي تنافس الماك. صحيح الماك ما زال ليه افضليه من ناحيه الهاردوير في حاجات كتيره جدا، لكن بقى في اجهزه ثانيه تكافئه وبسعر اقل لانه غالي. وبالتالي ده برضو خلى الفاينل كات يتراجع شويه ويدي مساحه للبرامج الثانيه. طيب البرامج الثانيه اللي احنا ذكرناها دي كلها منها نسخ بتشتغل على الماك والويندوز. ده فرق جوهري. يعني انا لا ممكن يبقى عندي جهاز ماك واشتغل على، استفيد من الهاردوير القوي بتاعي، لكن اقدر اشتغل على بريمير، اشتغل على دافنشي ريسولف، اشتغل على ايديوس وهكذا. فدي اهم البرامج اللي موجوده على الساحه. زي ما قلت لكم اي برنامج من دول اقدر اشتغل بيه عمل احترافي من البدايه للنهايه، مش هيقول لي لا. في برامج تانية موجودة ممكن نسميها بقى درجة تانية، درجة تالتة وانت نازل، مثلا اشهرهم الواندر شير في المورا لو حد سمع عنه، الفيجاس برو. دي برامج برضو موجودة على الساحة وبتستخدم قوية، لكنها مش بقوة وكفاءة البرامج. طيب بنقيس القوة والكفاءة ازاي؟ يعني في عدة عوامل مهمة جدا. اول حاجة بالنسبة لنا مهمة جدا ان البرنامج ايه الصيغ اللي بيشتغل عليها. انتوا عارفين دلوقتي عندنا صيغ فيديو كتيرة جدا، MP4 و AVI و MOV و MXF وغيرها، والريد ليها صيغ. ففي صيغ فيديو كتيرة، في صيغ بتاعت الكاميرات الاحترافية ما بتشتغلش على اي برنامج مونتاج. فدول الخمسة بيشغلوا كل الصيغ اللي موجودة. طب الهاندلنج، في صيغ بتاعت الكاميرات الاحترافية بنتكلم بقى في 4K و 8K و 6K والحاجات دي كلها ضخمة. انا ممكن احط الفيديو ال 4K على الدافنشي ريسولف الاقيه مشي معايا كويس مرن. طبعا النقطه دي بصفه عامه بتعتمد على الهاردوير بتاع الجهاز بتاعي، وبالمناسبه برامج المونتاج او مجال المونتاج عموما بيحتاج اجهزه قويه. ممكن اشتغل على اجهزه ضعيفه، لكن ده هيخليني احتاج ان اشتغل على برامج او نسخ اقدم من البرامج بتاعتي، فطبعا هتقل الكفاءة. لكن هو عموما الشغل الاحترافي بيحتاج أجهزة قوية إمكانياتها عالية، برضو هنتناقش فيها في آخر السيشن بتاعنا. فممكن أحط فيديو مثلا 4K على البريمير يكون بطيء شوية، أحطه على الدافنشي يكون أسرع شوية برضو. فكل برنامج بيتعامل مع قد إيه صيغ، عدد الصيغ اللي هو بيقراها ويتعامل معاها، بيتعامل معاها إزاي، بتبقى بطيئة ولا سلسة وهكذا. ده برضو يحدد او يقرر انا هشتغل على انهي برنامج او هتعامل مع انهي برنامج، بالاضافه طبعا للادوات بتاعته والسهوله وهكذا. طيب انت كسالم بتنصح بايه؟ انا كسالم بانصح ان انت على الاقل تشتغل على برنامجين من الخمسه دول، تبقى عارف تشتغل على برنامجين من الخمسه دول. طيب انا شخصيا كسالم بشتغل على ثلاثه، انا بشتغل على ادوب بريمير، بشتغل على الفاينل كات برو، وبشتغل على الدافنشي ريسولف. بالنسبه للبريمير والدافنشي مفيش فرق كبير، يعني لا مفيش فرق، هما كلهم مفيش فرق كبير على فكره. دلوقتي هنتكلم في النقطه دي، الكونسبت في برامج المونتاج واحد، لكن بتفرق عندي زي ما قلت السلاسه، الادوات المتاحه عندك، امكانيه الوصول، تعودك انت انهي شاشه، يعني انهي واجهه مستخدم في البرامج دي، اليفه سهله بتوصل لها بسهوله من غير تعقيدات، ايه الاوبشنات الموجوده في البرنامج، معقده ولا اقدر اعملها بسهوله وهكذا. ده هنتكلم فيه دلوقتي، لكن قصدي ان انا على الاقل اتعامل مع برنامجين. وبالنسبه للناس اللي بتشتغل على
سواء ويندوز او ماك يعني على الاقل يكون بريمير ودافنشي ريسولف. زي ما قلت الدافنشي ريسولف هستفاد منه في الكالر كوركشن بصوره كبيره جدا، فيفضل ان احنا نشتغل على برنامجين على الاقل من الخمسه دول. طيب من شويه لسه كنت بقول لكم ان الكونسبت واحد في كل برامج الفيديو اديتنج. انا ببساطه شديده عندي تايم لاين بحط عليه الفيديوهات بتاعتي، وعندي سكينة او سطور او موس بقصص بيه الكلام ده. لذلك انا شخصيا دايما بقول ان المونتير جزار شاطر. احنا كده دلوقتي بنتكلم مونتاج، احنا كده جزارين سطور وقرمة، وبقطع الحتة الحلوة، اشيل الحاجة الوحشة، اشفي الحتة الحلوة واضمها على حتة حلوة تانية، بحيث ان انا اطلع ايه حاجة استيك. تمام. فاحنا مثلا عندنا هنا دي واجهة مجموعة من برامج المونتاج زي ما انتم شايفين. عندنا برنامج البريمير، برنامج الدافنشي ريسولف، برنامج الفاينل كات برو، وعندنا برنامج الافيد. هنلاقي عندنا زي ما انتم شايفين واحد واحد واحد. ايه واحد؟ دي الويندو او النافذه اللي بحط فيها الفيديوهات بتاعتي الخام، الماتيريال اللي انا هشتغل عليها. طيب هنلاقي اتنين مختفي، لما هنا مفيش اتنين وهنا مفيش اتنين، هل معناها ان مفيش اتنين هنا؟ لا، اتنين موجوده، لكن طبعا لان برامج المونتاج عاده نوافذها كتيره فهي مختفيه، لكن كلهم فيهم اتنين. طب ايه اتنين دي؟ دي والله الماده بتاعتي الخام دي، لما احب اتفرج عليها عشان ابدا استخدم منها واحدد ايه نقطه البدايه ونقطه النهايه بتاعتي، بتظهر لي في النافذه بتاعه السورس او المصدر بتاع الفيديو بتاعي، اقدر اتفرج فيها. طيب ثلاثه، ثلاثة دي زي ما انتم شايفين موجودة في كل برامج المونتاج اهي. دي نافذة البروجرام. ايه نافذة البروجرام دي؟ دي النافذة النهائية، ده العمل النهائي بعد ما ضفت له، بعد ما منتجته ضفت له جرافيك، لو انتم عملته بيظهر عندي فيها النتيجة النهائية اللي انا هصدرها واعرضها على الجمهور. طيب رقم أربعة، كل برنامج فيهم ليه شريط ادوات. البريمير عنده شريط ادوات موجود هنا، الدافنشي ريسولف شريط الادوات بتاعه موجود فوق هنا، كذلك الامر بالنسبة لل الفاينل كات برو، وكذلك الامر للافيد. طيب حاجه اساسيه جدا رقم خمسة، ده الاساس في كله، اللي هو ايه؟ التايم لاين بتاعي. كل واحد فيهم فيه تايم لاين اللي برص عليه شغلي والماتيريال بتاعتي عشان ابدا عمليه المونتاج. لذلك زي ما قلت لكم كل برامج المونتاج الكونسبت بتاعها واحد، ولكن بيفرق معايا في السلاسه بتاعه كل برنامج، الادوات المتاحه، الاعدادات اللي موجوده جوه كل اداه، ومدى تقبلي للموضوع ده. تمام. يبقى اخر حاجه هقولها تاني، انا انصح ان انت على الاقل تتعلم برنامجين من البرامج دي عشان تكون مونتير محترف وشاطر وما تعطلش. زي ما قلنا سواء على الويندوز سواء على الماك، البرامج كلها موجوده على الويندوز والماك، الفاينل كات موجود على الماك بس. ده فيما يتعلق ببرامج المونتاج الاشهر والاقوى على الساحه. هنا دي مقارنة بس، ليه انا قلت البريمير وليه قلت الدافنشي ريزولف؟ زي ما انتم شايفين الاحصائية دي او الشارت دي بتاعت كم التحديثات اللي اتعمل في البرامج دي في سنة 2022. فزي ما انتم شايفين البريمير والدافنشي ريزولف بيحدثوا باستمرار وبيعملوا تحديثات كتيرة جدا. التحديثات دي ميزتها ايه؟ طبعا بيديني اداء افضل للبرنامج وثبات وتصليح للاخطاء، اي بج موجودة في البرنامج بيتم تصليحها بسرعة، فيتشرز جديدة ومميزات جديدة. دول برضو اكتر برنامجين بقى فيهم ذكاء اصطناعي، بما ان احنا بنتكلم في عصر الذكاء الاصطناعي، فالبريمير والدافنشي ريزولف من اكتر البرامج اللي سخرت الذكاء الاصطناعي بقوة في برامجها، حتى قبل الهوجة اللي ظهرت دلوقتي. فهم دول من أفضل وألذ وأسلس برنامجين على الساحة موجودين دلوقتي. طيب أهم تطبيقات المونتاج للموبايل، أنا بس ثواني كده عايز ادوني لحظة، عايز أتأكد أن أنتم معايا، الناس صحية، الناس سمعاني، عايز الناس ترفع إيديها، والناس اللي معاها مايك تقول لي موجودين ولا نمتوا مني. ها؟ اي ماشي حلو، لان اللي خرج انا هاخد اساميك وادفعه غرامه. ماشي حلو، الناس لسه معانا الحمد لله. طيب نكمل. انا شخصيا كسالم عاده ما بتطرقش لموضوع مونتاج الموبايل، لان انا في فتره من الفترات كنت ضد الموضوع ده، مش ضده بالكليه او مش ضده كفكره، ضده كاعتماديه. انا ما بحبش مونتاج الموبايل. انا كمونتير محترف ما بعترفش بحاجه اسمها مونتاج موبايل.
اولا ما يدخلكش سوق العمل، يعني ما تقدرش تقول، ونشوف كتير على الانترنت في الجروبات المختلفه، يا جماعه انا بمنتج على الموبايل او بصمم على الموبايل او بعمل على الموبايل. ممكن في النهايه تطلع فيديو حلو، وممكن تطلع حاجه متمنتجه وبتاع، لكن خلونا نتخيل ان احنا عندنا مثلا ارض عايزين نحفرها، وعندنا 3 ادوات، عندنا معلقه وعندنا جاروف وعندنا لودر. طيب انا ليه استهلك وقتي في ان انا احفر بمعلقه واخد وقت طويل جدا، بينما ممكن استخدم الجاروف؟ وليه استخدم دي او دي، والمفروض ان انا استخدم لودر اللي هيطلعوه هما الاثنين في ساعات، يطلعه لي هو بخبطه واحده؟ هي الفكره زي كده. ان لا، الافضل للمنتج الاحترافي انك تشتغل على الكمبيوتر، لان كمان في امكانيات، في حدود لامكانيات الموبايل. انا لسه بقول لكم دلوقتي البرامج بنحدد قوتها وكفاءتها في الصيغ. الموبايل ما يقدرش يتعامل مع كل الصيغ، ما تقدرش تجيب فيديو وانت ام اكس اف حجم 29 ثانيه منه 5 جيجا وتحطها على موبايل وتقول لي همنتج، ما فيش الكلام ده، يعني فيش عندك كفاءه. لكن برضو لازم نكون مواكبين، واحنا هنا لما بنتكلم عن المونتاج في زمن الذكاء الاصطناعي بنتكلم عن المواكبه. صحيح موضوع الفيديوهات ده مش كلها فيها ذكاء اصطناعي، قصدي فيديوهات او مونتاج الفيديوهات على الموبايل مش كله فيه ذكاء اصطناعي، وان كان دلوقتي بقى فيه تطبيقات كتيره، لكن بنتكلم على المواكبه. دلوقتي انا لازم اواكب. احنا دلوقتي بقى عندنا في الفتره الاخيره، في السنوات الاخيره، بقى في التيك توك، في الريلز في الانستا والفيسبوك، وفي الشورتس بتاعه الواتساب، عفوا الشورتس بتاعه اليوتيوب والستيتس بتاعه الواتساب. كل الحاجات دي بتستهدف ان الناس تصور بموبايلها وتنشر على موبايلها. طب انا صورت بالموبايل وهنشر على الموبايل، لازم بقى اخد الكابل بتاعي ولا اشبك بلوتوث واقعد انقل الفيديو على الكمبيوتر وامنتجه وبعدين ارجعه؟ لا خلاص، يبقى احنا دلوقتي بقى في عندنا حاجه ظهرت على الساحه خلت ان مونتاج الموبايل دي حاجه مهمه جدا، وبالتالي بدات تتطور البرامج. كان عندنا برامج بدائيه لغايه ما بقى عندنا كم كبير جدا من البرامج اللي بتستخدم في مونتاج الموبايل. في الصوره اللي حضراتكم شايفينها، انا شايف ليه ابرزت الكاب كات، لان انا شايف ان هو دلوقتي اقوى برنامج مونتاج للموبايل موجود على الساحه دلوقتي. في حاجات تانية موجوده كانت منتشره الفتره اللي فاتت، مثلا كاين ماستر، عندنا الواندر شير موجود، الادوبي رش، ادوبي بريمير رش ده يعني تابع لعيله ادوبي وقوي جدا. لكن ليه الكاب كات يتميز بالحاجات دي؟ اول حاجه احترافي وفي ادوات كتير ومؤثرات كتيره. ثالث حاجه تميزه عن اقوى البرامج اللي موجوده هنا، يعني هنا عندنا برامج قويه وبرامج ضعيفه. طيب ده يكافئهم، الكاب كات يكافئهم ويتميز عنهم، ان البرامج القويه في برامج الموبايل اللي موجوده على الساحه دي كلها مدفوعه، يعني اللي مش مدفوع تعبان، المجاني بالكامل تعبان، المدفوع مكلف، تمام؟ انما الكاب كات ممتاز كفاءه وفي ادوات كتيره وفي افكتات كتيره وكمان مجاني. هو تقريبا الكاب كات الشركه المصنعه او المنتجه ليه، لحظه الشركة المصنعة ليه هي نفس شركة تيك توك، مش فاكر اسمها ايه دلوقتي، لكن هو يعني من انتاج نفس شركة تيك توك عشان يخدم على تيك توك. لكن في النهاية هو مش بيجبرك انك تنشر في تيك توك، هو برنامج بيمنتج لك الفيديو زي ما انت عايز، بتضيف عليه مؤثرات وتكست ومؤثرات صوتية، تعدل الوان وتعمل شغل رائع جدا، وبتنشره في المكان اللي انت عايزه او بتحتفظ بيه على موبايلك زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله. طيب في ميزه كمان موجوده في الكاب كات، انه بقى في منه نسخه كمبيوتر وبرضه مجانيه، يعني تقدر ان انت حتى على جهاز الكمبيوتر بتاعك تشتغل عليه مجانا تماما. طبعا هو مش بمهاره وكفاءه البرامج اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، برامج المونتاج للكمبيوتر اللي جبنا سيرتها دي، اقل منهم كفاءه، لكنه افضل برامج كتير مجانيه. ناس كتيره مثلا بتعتمد على برنامج مونتاج خفيف زي كامتازيا، لو تسمعوا عن برنامج كامتازيا، وكامتازيا ده مش برنامج مونتاج اصلا، ناس كتير بتلجأ له وبتشتغل عليه، لكنه في الاساس مش برنامج مونتاج. هو الفكره ان احنا كامتازيا دي بتعمل برامج تسجيل للشاشه. طيب انا دلوقتي سجلت فيديو للشاشه بتاعتي، برضه نفس الفكره، ليه اشتري الحاجه من كذا دكان بينما انا ممكن اشتريها من دكان واحد؟ فكامتازيا قالت لك بدل ما انا ادي له فيديو ويروح بقى يمنتجه في حته تانية، اعمل له برنامج مونتاج. فعملوا برنامج الكامتازيا بتاع المونتاج ده علشان امنتج عليه الحاجات اللي انا عملت لها سكرين ريكورد، تمام؟ ف
لو هشتغل هشتغل على الكاب كات افضل ما اشتغل على كامتازيا، في امكانيات اقوى وكمان مجاني. الكامتازيا مدفوع، الكامتازيا الناس اللي بتشتغل عليه هو برنامج مدفوع، والناس اللي بتشتغل عليه بكراك. فانا ليه اروح لحاجه مدفوعه او اشتغل عليها بكراك وانا ممكن استخدم حاجه افضل او برنامج افضل منها وبصوره مجانيه تماما. طيب ننتقل بعد كده للنقطه اللي بعدها، الا وهي مصادر التعلم. دلوقتي انا قررت ان انا اتعلم مونتاج، دخلت على الانترنت، سمعت سالم اشرف قال لي ان في برنامج كذا وكذا وكذا، وقال لي افضل انك تشتغل على كذا او كذا، خلاص قررت ان انا هتعلم مثلا دافينشي ريسولف، اتعلم بريمير، او اتعلم اي برنامج من اللي ذكرناهم دلوقتي. ازاي ابدا اتعلم؟ عندنا عده خطوات، تعالوا نشوفها مع بعض. اول حاجه، انا ما ينفعش ادخل على في اي مجال. يعني انتوا دلوقتي من شويه كنا بنتكلم على الجرافيك ديزاين مع الاستاذ عاصم، بعد كده هنتكلم دلوقتي على المونتاج، بكره تاخد حاجه مثلا في الموشن جرافيك. اي مجال فني هتدخله ما ينفعش تدخل على كورس او دورات او محاضرات لمستوى اعلى من مستواك المبتدئ. انت دلوقتي لسه جديد، فهتدخل على حاجات احترافية المدرب فيها ما بيدققش في التفاصيل، وتلاقيه بينط من أداة لأداة انت اصلا مش عارفهم ولا عارف قصصهم ولا عارف حاجة، وبالتالي هتلاقي نفسك تهت. والتوهان ده قد يؤدي الى هجرك للمجال. ناس كتير تدخل ايه ده يا عم ده معقد ده صعب، لا مش عايز، وتعرض عن ان هي تتعلم او تحترف هذا المجال. طيب يبقى اول حاجة اخد دورة تأسيسية، اشوف دورة مستواها بسيط جدا، دورة للمبتدئين تمام، ودورة التأسيسية دي ممكن اخدها مجانية من على اليوتيوب، من على اي موقع اخر بيتيح دورات مجانية، او ان انا اخدها مدفوعة في مراكز تدريبية وحضور مباشر. طيب هل انا الافضل ان انا اخد اونلاين ولا اخد حاجة حضوري؟ في الحقيقة الموضوع ده ليه عدة معايير انت اللي لازم تحددها. يعني السؤال ده انت اللي لازم تجاوبه بنفسك، لكن انا ممكن اجاوب لك بايه او اساعدك في ايه. اساعدك في ان انت تحدد اول حاجه وقتك. هل وقتك يسمح ان انت بعد ما تخلص شغلك او دراستك تاخد بعضك وتاكل لقمه وتنزل تروح مشوار مثلا في المركز الفلاني في الحته الفلانيه، تاخد الكورس ساعه او ساعتين وترجع تاني وهكذا؟ طيب غير وقتك، هل انت شخص عندك استيعاب سريع مثلا لما تقعد على الانترنت وبتركز، ولا انت شخص بتلعب؟ ما انا هقول لك اونلاين، انا دايما بقول للناس ابدا اونلاين، يعني في كل الاحوال لازم تجرب الاونلاين تمام. لكن هل الاونلاين ده مناسب لكل الناس؟ لا، في ناس بتلعب، يعني واحد يدخل داخل على اليوتيوب يكتب كورس المونتاج تمام، يطلع له فيديوهات المونتاج، ها يشغل اول فيديو، بعدين يلاقي في الفيديوهات المقترحة قطة تأكل قطة، ولا أيا كان الفيديوهات اللي بتطلع لنا على اليوتيوب الأيام دي تمام، ولا تريلر لحاجة شدته، ولا إعلان لحاجة عملته، يقوم سايب الفيديو الأساسي ويروح عليها ويسحب بقى فيديو 15 ساعة الغسالة بتغسل مش عارف إيه، فيديو 10 ساعات لكذا ويتوه. في ناس كده، في ناس هو بيشغل الفيديو وبعدين يقوم ماسك الموبايل تك 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 تك، ايه ده هو اتكلم عن كذا تمام. الكذا دي هو مثلا ضيع، ركز مثلا المحاضره لو هي 40 دقيقه هو ضيع على الموبايل 25 دقيقه وركز 15 دقيقه. طيب كده ما اتعلمش حاجه، وبالتالي انت اللي بتحدد هل انت شخص عندك وقت ومجهود تروح تاخد بره. طيب لو انت هتاخد جوه، هل انت عندك الاستيعاب الكافي والمناسب؟ لا، ده انت بتحدده. طيب يبقى احنا عندنا المراكز التدريبيه والحضور المباشر، دي من مصادر التعلم. التعلم الذاتي المجاني من خلال اليوتيوب، واليوتيوب دلوقتي يعني كتير مننا في فتره من الفترات او مش فتره من الفترات، هو دايما موضوع الكورسات والحاجات دي بنتكلم في الافات، عايز كورس مش عارف ايه ب 4000 جنيه ب 5000 جنيه ب 6000، بتلاقي مبالغ من زمان الكلام ده. الحاجات دي مكلفه، بعضنا مش دايما بتبقى متاحه، خصوصا في فتره انت طالب، اكتر فتره احنا بنبقى عايزين نتعلم فيها واحنا طلاب. طب واحنا طلاب مثلا هل انا دايما عندي الملاءه الماليه ان انا اخد كورس بكذا؟ طب انا مش عايز الكورس ده بس، يعني الكورس ده ب 5000 والكورس ده ب 6000 والكورس ده ب 3000 وبتاع. طب انا مش قاعد على بنك، يعني لو عندي مقدره اخد كورس او كورسين، ما عنديش مقدره اخد اربع خمس كورسات تمام، سواء بقى حضوري او اونلاين.
فالتعليم الذاتي المجاني من خلال يوتيوب مهم جدا. وفي اشاعه او ناس كتير بتقول لك يا عم ما بيدوش كل حاجه، يا عم بيكرروا الكلام. الكلام ده مش صحيح، هي بس القصه انك تركز انت عايز ايه وتحدد المواضيع اللي انت بتبحث عنها، هتلاقي لها مليون فيديو وهتلاقي مليون واحد بيشرح. انا دلوقتي سالم اشرف ما عجبكش مثلا لسبب ما، هتروح لعبد السلام حسنين، هتروح لعبد عمر، ما اعرفش مين الناس دي بس انا بقول كده يعني، فايه وتشوف الانسب لك وكده. فبرضو انا دايما بقول قبل ما تبدا تتعلم اي حاجه وتبدا تصرف فلوس، ادخل على التعليم الذاتي المجاني من خلال يوتيوب، شوف هتقدر تستفاد ولا لا. ممكن توفر فلوسك، ما تروحش تاخد كورس تأسيسي بفلوس، تاخد كورس تأسيسي من على اليوتيوب، عرفت معلومة، تدخل مثلا هتدفع فلوس على مستوى احترافي، حد بقى يرفعك أعلى، صحيح تبقى ساعتها ضربت عصفورين ب15 حجر تقريبا أو عصفورين بحجر واحد. طيب التعلم الذاتي المدفوع من خلال الدورات التدريبية المسجلة. طيب عايز حاجة مفصلة مش موجودة على اليوتيوب، ابدأ ألجأ للمنصات المدفوعة اللي موجودة. عندنا منصات كتيرة جدا، أشهرها يودمي طبعا، ليندا. طبعا ليندا ما بقتش موجودة، ليندا بقى اسمها لينكدين ليرنينج. يعني كان عندنا منصة ليندا دي من أشهر منصات الكورسات الإنجليزية، لكن لينكدين اشتريتها وبقى اسمها لينكدين ليرنينج. عندنا منصة دوميستيكا، ودي منصة أسبانية، معظم الدورات اللي فيها بالأسباني، لكنهم طبعا بعد ما بقوا مشهورين يعني وكده، فبدأوا يتداركوا الموضوع ده ويجيبوا ناس يا إما هم أسبان وبيتكلموا أو بيشرحوا بالإنجليزي، يا إما بيجيبوا ناس إنجليزي يعني. وطبعا عندنا من أقوى المنصات اللي انتشرت في مصر الفترة اللي فاتت، وبقى فيها عدد كبير جدا من المحاضرات الكويسة، وفكرتها كمان لذيذة إن أنت باشتراك واحد تقدر تتفرج على خلال فترة اشتراكك على كل الدورات اللي موجودة. يعني أنت بتدفع مبلغ حسب بقى في عرض ما فيش عرض، أين كان المبلغ اللي بتدفعه، انت مش بتتفرج على محاضرة واحدة، انت مثلا عندهم 100 كورس تقدر تدخل على 100 كورس وانت ومجهودك وشطارتك. فينفع يعني، ده اعلان غير مدفوع والله، بس ينفع من احلى الحاجات اللي حصلت في مصر الفترة اللي فاتت. صح عندهم حاجات كورسات فيها صغيرة قوي، تلاقي نفسك بتتفرج على حاجة نص ساعة تلت ساعة، حاجات تاني 7 ساعات 8 ساعات، بس اقصد انها مفيدة جدا يعني. برضو اللي عنده مقدرة ان هو يشترك في ينفع، ويشوف في الدورات اللي موجودة فيها قبل ما يشترك. دايما اي حاجة موجودة قدامك تدخل تشوف الدورات وتشوف البرومو بتاع الدورة وتشوف هتفيدك ولا لا قبل ما تدفع فلوس وتغرم لأي سبب. فدي المنصات الأجنبية. يودمي برضو عليه منصات عربية، بالمناسبة يودمي عليه منصات كتير عربية وينفع العربي لو انت عندك لغة إنجليزية قوية، لأن بصوا مصادر التعلم الإنجليزية بلا شك أقوى، ده قاعدة عامة. صحيح في ناس عندنا كمدربين في العالم العربي وصلوا في معرفتهم وكفاءتهم للمستوى الإنجليزي، لكن يظل الكثافة والغزارة موجودة في الحاجات اللي بتتعرض باللغة الإنجليزية. طيب ده بالنسبة لمصادر التعلم اللي أنا ممكن أتعلم عليها. طيب عايز أرجع تاني هنا للبرامج بتاعتي، وكنت بقول لكم إن إحنا إيه بنحتاج أجهزة قوية. في دايما جدل بيقول أو في ناس يعني بتقول لك ما تشتغلش غير على كمبيوتر مكتبي، اللابتوبات ما تنفعش للكلام ده. يعني الكلام ده حجري، أو ده كرأي شخصي حجري يعني، بنتكلم ده كلام ديناصورات. دلوقتي بقى عندنا أجهزة لابتوبات موجودة كمان أكفأ من أجهزة كمبيوتر كتيرة جدا، لكن الموضوع ده متعلق بالتكلفة. أنت كل ما بتجيب جهاز أقوى كل ما بتكلف كتير. وانا يعني انا مش مقيم في مصر الحقيقه، بس انا متابع السوق وعارف ان في دلوقتي تعويم وفرق في العمله والحاجات بقت اسعار كتير، بس بقت اسعار اللابتوبات ضخمه جدا. طيب هل اشتغل على لابتوب ولا اشتغل على بي سي؟ شوف يا سيدي الفاضل، لو انت مش محتاج تتحرك عشان تشتغل، يعني لو انت هتشتغل في مكان مستقر، هتشتغل من بيتك، هتشتغل في مكتب، هتأسست شركه، هتحتاج اي حاجه، اشتغل على جهاز مكتبي. اشتغل على جهاز مكتبي. ليه؟ جهاز المكتبي اكثر استقرارا، اقوى، ارخص. اللابتوب بيبقى اغلى، يعني انا ممكن اجيب امكانيات في جهاز الكمبيوتر المكتبي ارخص بكتير من نفس الامكانيات اللي موجوده في اللابتوب. طيب لكن هل ما ينفعش اللابتوبات تشتغل عليها؟ لا ينفع طبعا، ينفع طبعا. لكن مثلا قاعده، اللابتوبات في مونتاج ال4K
لو انت بتصور دلوقتي، احنا الفيديوهات بقت عندنا المقاسات بتاعت زمان اختلفت، دلوقتي بنصور في 4K و6K و8K، الحاجات دي بتتعب اللابتوبات، اللابتوب وبالتالي اللابتوب هيتعبك. يعني بنعمل فيديو 4K هاي كواليتي والجوده بتاعته عاليه جدا هتمنتجه، بس مثلا لو انت بتمنتج الفول اتش دي في نص ساعه هتمنتج ال4K في ساعه ونص. جهاز اللابتوب ما بيستحملش ال4K، وبالتالي في طبعا طرق بديله بقى ان انا اعمل بروكسي واعمل حاجه بديله وكده، لكن دي نصيحه عموما ان انت لو مش هتتحرك اشتغل على كمبيوتر مكتبي. لو شغلك فيه حركه وتحتاج تنقل من هنا لهنا، بتنزل ايفنتات مثلا وبتمنتج لايف والكلام ده، تجيب لابتوب طبعا. طيب ايه الامكانيات الافضل ان انا اشتغل عليها؟ انا يعني كمونتير انصحك ان انت كالاتي، يبقى عندك هارد اس اس دي. اس اس دي ده تحط عليه سيستم وبرامج فقط، يعني تنزل عليه سيستم وبرامج فقط مش للتخزين. فبنتكلم مثلا من يعني بلاش 256، خلينا في 512. دي الحاجات اللي انا بنصح بيها كمينيمم، تقدر تنزل عنها هيتعبك شويه، لكن قصدي دي الحاجات اللي انا بنصحك بيها كمينيمم. هارد 512 اس اس دي، ما عندكش امكانيه ماليه او ما فيش امكانيه دلوقتي، هات 256 عادي. الرامات ما تقلش عن 16، ما تقلش عن 16، ولو قدرت على 32 تبقى ممتاز جدا. انما الثمانية في المونتاج متعبة، رامات 8 صحيح هي مش 6 ولا 4، لكن 8 متعبة. فكمونتير على الاقل تبدا مونتاجك الجهاز اللي انت تبقى شغال عليه سواء مكتبي او لابتوب تشتغل على رامات 16. بالنسبة للتخزين زي ما قلت لك، هارد الاس اس دي ما تحطش عليه ماتيريال، خليه للبرامج وللسيستم عشان جهازك يبقى سريع وتشتغل سريع. هات هارد تخزين سواء داخلي او خارجي، احنا كمونتيرين بنحتاج هاردات خارجية كتير، لكن عموما خلي معاك هارد 2 تيرا سواء داخلي هتحطه في اللابتوب، هتحطه في الجهاز المكتبي، او هتخليه اكسترنال تشتغل بيه. اكسترنال حاجة اكسترنال زي كده، شوفوا ده هارد اكسترنال، هارد اكسترنال عادي، وده هارد اكسترنال اس اس دي. طبعا زي ما انتم شايفين مونتير عندك الحاجات دي منها كتير ما تعدش. بصوا الهاردات من تاني، يعني انا كل ما هخبط في حته هطلع لكم هارد، هو شغلنا كده ومجالنا كده في المونتاج، بنحتاج هاردات كتيره جدا. ده فيما يتعلق بموضوع الامكانيات. طبعا الشاشات اللابتوبات الصغيره مثلا، ما ال 14 والكلام ده متعبه ليك كمونتير، تستخدم الستاندرد اللي هي ال 15، وانا شخصيا انا بشتغل على 17 ونص، جايب لابتوب 17 ونص. الشاشات برضو هات شاشات من 17 وانت طالع لو انت بتشتغل على جهاز مكتبي. ده يبقى احنا كده اتكلمنا على برامج المونتاج بالنسبه للكمبيوتر، اتكلمنا على برامج المونتاج بالنسبه للموبايل، وقلت لكم ان الكاب كات يعتبر افضل البرامج اللي موجوده دلوقتي. اتكلمنا على مصادر التعلم، ازاي اتعلم مونتاج، وقلت ان احنا نبدا بدوره تاسيسيه تؤهلنا لان احنا يبقى عندنا معرفه في المجال الاول، وبعدين ابدا ادخل على دوره ممكن تكون متوسطه او متقدمه، ودوره محترفه في الاخر. طيب ايه اللي بينمي موهبتي كمونتير؟ اللي بينمي موهبتي كمونتير هو الممارسه، كل ما منتج اكتر كل ما اتعلم اكتر. طيب حاجه مهمه كمان، ايه اللي بيميز مونتير عن الاخر؟ يعني احنا دلوقتي خلينا نفترض ان كلنا هنا، احنا حاضر معانا كام واحد؟ لحظه واحده، احنا كده دلوقتي حاضرين كام واحد؟ انا 23 واحد بي انا، يبقى احنا 22 ايه ده ما شاء الله قريتها بالغلط، ادي اخر صفحه 32 واحد. يبقى احنا مثلا هنقول ان هنبقى 32 مونتير. ايه اللي يفرق كل واحد مننا عن التاني؟ السنس. بصوا يا شباب، مش كلنا هنتعامل مع الصوره او الفيديو اللي قدامنا بنفس الطريقه، كل واحد فينا هيحس بالصوره بطريقه مختلفه، كل واحد فينا هيمنتج برتم معين ورؤيه مختلفه، طريقه مختلفه في الانتقالات من مشهد للتاني، في اللي هيعمل ماسكات، في اللي هيعمل ترانزيشنز، في اللي هيخليها جامب كاتس او كاتس مباشره. فايه اللي بيفرق؟ السنس. طب السنس ده هيتولد عندي انا كمونتير ازاي؟ انا كمونتير السنس عندي هيتولد ازاي؟ اول حاجه الموهبه، يعني في سبحان الله ربنا بيخلي الناس عندها الاحساس الفني ده المرهف، دي موهبه هو ربنا خلقه كده. تاني حاجه الخبره بقى والتغذيه البصريه، دايما شوف كتير، عايز تبقى مونتير شاطر اتفرج كتير،
عايز تبقى مونتير رياضي شاطر اتفرج مش على ماتشات، اتفرج على بروموهات رياضيه، اتفرج على كذا، مونتير افلام اتفرج على افلام، مونتير اعلانات اتفرج على اعلانات وهكذا. كل ما انت حابب مجال اتفرج كتير جدا. التغذيه البصريه وعقلك في اللاوعي بتاعه يقعد يخزن حركات ويخزن الوان ويخزن افكار وهكذا، كل ده بيصنع منك مونتير محترف، احساسك عالي، وده اللي هيفرقك عن غيرك. كلنا ممكن نحط فيديو على التايم لاين ونلزق ده لزق ده لزق ده الا كلنا نقدر نعمل كده، لكن مين اللي طلع حاجه مميزه ومين اللي يقدر يطعم شغله بمؤثرات صوتيه تطلع تقوي احساسك بالمشهد، مؤثرات بصريه وافكتات تخليك تندمج اكتر، هو الاحساس هو اللي بيفرق عن كل واحد والتاني، وهو ده اللي بيخلينا مونترين مميزين. اتفرج كتير، امارس كتير، وان شاء الله ابقى يعني كلنا نبقى موهوبين ونوصل لدرجه الاحتراف اللي احنا عايزينها. طيب كلامنا اللي فات ده كله كان عن المونتاج عموما، يعني احنا كده بنتكلم على المونتاج بصفه عامه، لكن خلونا ندخل بقى للمحور الاساسي اللي هو الذكاء الاصطناعي في صناعه الفيديو. دلوقتي انا كنت بتكلم مع الباشمهندس حسين، ربنا يجازيه خير، بشكره لان هو يعني كان السبب في وجودنا مع بعض النهارده، وطبعا قبله لازم اشكر الباشمهندس حسن من السنه اللي فاتت اللي عرفني على الايفنت المميز واللطيف ده، وبشكر الشباب على حرصهم ان هم يعملوه كل سنه، ان شاء الله كلنا نستفاد، ربنا يجازي كل القائمين عليه خير ان شاء الله. طيب فكنا بنتكلم، بقوله سبحان الله احنا من سنة بالظبط لما كنا بنتكلم في السيشن اللي فات، كان عندي سيشن برضو في الايفنت بتاع السنة اللي فاتت، ما كانش فيه كل الكلام ده، موضوع الذكاء الاصطناعي والشات جي بي تي بقى والميد جورني والديل اي والحاجات اللي طلعت علينا كلها دلوقتي بالظبط من سنة، ما كانش حد يسمع عنها حاجة، كل ده بدأ من كام شهر بس، زي ما حضراتكم شايفين الطفره الكبيره دي، تقول لك ان الحاجات دي ما كانتش مثلا ما اتعملتش امبارح بالليل، ده كلام ابحاث سنوات. طب ايه اللي خلى فجاه كله طلع؟ ما هو في مثل سعودي هنا، وانا بالمناسبه يعني مقيم في جده في المملكه العربيه السعوديه، اسمه من سبق لبق، يعني اللي جه الاول هو ده اللي كسب. طيب دلوقتي انا بقالي سنين شغال في ابحاثي وشغال في دراساتي، وهوب طلع لي واحد خلاص النهارده اعلن، انا بقى افضل مستني؟ لا، كله اضطر يطلع اللي عنده، كله شاف التكنولوجيا اللي موجوده واشتروا من بعض وعملوا من بعض وهكذا، ناس اندمجت زي ما حضراتكم شايفين، اوبن اي اي اللي عندها شات جي بي تي وعندها دال اي، شات جي بي تي طبعا معروف لتوليد النصوص والدال اي لتوليد الصور، مايكروسوفت راحت على طول عملت اندماج معاهم وعملت شراكه وعملت بتاع، لحقت نفسها. ناس تانية مثلا زي ادوبي، يعني وادوبي زي ما هنشوف دلوقتي، ادوبي الموضوع بالنسبه لها مش جديد، يعني هنتكلم دلوقتي الذكاء الاصطناعي في صناعه الفيديو هنركز على الادوبي شويه، لان ادوبي لا ادوبي ما بداتش السنه دي، ادوبي عندها ذكائها الاصطناعي الخاص بيه هنعرف اسمه دلوقتي، من اربع سنين موجود، من اربع سنين ومستخدم في البرامج، يمكن بس الناس ما كانش عندها وعي او معرفة بيه قوي، الناس اللي مش متعمقين او مش متخصصين في الموضوع، لكن ادوبي بالفعل من اربع سنوات كان عندها ذكاء اصطناعي خاص بيها اسمه ادوبي سينسي. ادوبي سينسي ده كان موجود داخل البرامج بتاعة ادوبي من البداية. فاحنا دلوقتي لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي في صناعة الفيديو خلينا نقسمه لعدة امور. اول حاجة الحاجات المتعلقة بالفيديو، صناعة الفيديو اللي هي المونتاج او الايديتنج، اللايف اكشن. ايه اللايف اكشن؟ ان انا بصور فيديو حقيقي حي وامنتجه، فدي حاجة. وان انا بتكلم عن اي فيديو ايا كان، اي فيديو متحرك، الذكاء الصناعي مثلا في استخدام اعمل بيه موشن جرافيك، اعمل بيه 3D انيميشن، او اعمل بيه 3D موديلنج، فدي حاجة. الحاجة التانية ايه اللي موجود دلوقتي على ارض الواقع، يعني ايه اللي الذكاء الاصطناعي حققه بالفعل موجود بين ايدينا، وايه اللي الذكاء الاصطناعي يخطط او يؤمل ان هو يوصل له، هو ده اللي هنعرفه دلوقتي. مثلا عندنا ادوبي سينسي، تعالوا كده نبص سريعا عليه، وده قلت لكم الذكاء الاصطناعي بتاع ادوبي، واللي بقاله ما هوش وليد السنه دي زي ما الحاجات الثانيه، لكنه موجود على الساحه من اربع سنين كاملين. دلوقتي انتوا في الشير شايفين بس الباوربوينت، صحيح؟ طيب يعني انا لو عملت، طيب ثواني كده، لو انا عملت كده
ثواني وعايز اشارك ال اجي هنا في التيمز واقول له عفوا هوقف الشيرنج ثواني واقول له ويندو واقول له الفيديو. في فيديو ظهر قدامكم كده، في صورة فيها بارتيكلز كده وواضحة صحيح؟ طيب سريعا كده في عجالة 30 ثانية كده نبص على أدوبي سينسي. أدوبي سينسي ده الذكاء الاصطناعي الخاص بأدوبي، وده موجود جوه برامج أدوبي المختلفة، في كل برامج أدوبي، موجود في الفوتوشوب، موجود في الإليستريتور، موجود في الأفتر إفكت والبريمير. طبعا الفيديو ده أنا بس مقتصره على بعض الخصائص اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي داخل صناعة الفيديو، سواء كان بريمير أو أفتر إفكت. تعالوا نشوف سوا سريعا كده الفيديو، هنشغل أهو أدوبي سينسي، فنشوف مثلا حاجة هنا عندنا اسمها الكونتنت اوير فيل. ايه الكونتنت اوير؟ شفتوا كان في عربيه هنا في الفيديو حدد عليها ورخ فيها، الخاصيه دي موجوده في الادوبي افتر افكت. طبعا هي حتى الان مش دايما بمنتهى الكفاءه في كل الفيديوهات، في عناصر مهمه جدا بتاثر عليها، لكن النهايه الفكره موجوده ان انا عندي فيديو احدد على حاجه فيه واضغط على بعض الخيارات فيختفي من المشهد زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. خفيت الفيديو، ادي الناس دي عندنا على اليمين موجودين اهو. هو ده يمين ولا شمال؟ اه ده يمين ولا شمال؟ ثواني تاني الفيديو عشان قصير، كل ما هنعدي حته هيجي بسرعه. ايوه يعني هو الفيديو اللي على الشمال ده الناس موجوده، خفتهم من الفيديو ده. ده بيعملوا البرنامج بتاع الافتر افكت بالذكاء الاصطناعي. طيب ايه عندنا اداه تانيه كمان؟ احنا عندنا مثلا فيديو بألوان معينة، بضغط على زرار واحد اوتو بيغير لي الألوان. شوفوا اضغط على زرار اوتو على طول هو بيعدل لوحده من غير تدخلي، بيحسن الصورة. عندي ادوات في الفيديو كابتشر، شوفوا هي الست كانت واقفة بوشها عادي، ومجرد انه بس طلع على الكاميرا، الكاميرا خدت الاكسبريشنز بتاعت وشها زي ما انتم شايفين اهي، حددتها وعملت لنا ستايل فني معين بدون تدخل منها، هي اختارت بس صورة معينة حولت صورتها البتاع ده بالذكاء الاصطناعي. الكلام ده ممكن دلوقتي يكون مألوف وموجود في برامج كتيرة، لكن انا بقول لكم ان ادوبي عندها الكلام ده من 4 سنين فاتت. تمام؟ عندنا حاجة اسمها اوتو ريفريم. زي ما اتكلمنا احنا كنا بنصور فيديوهات عادية بالعرض زي ما حضراتكم شايفين، طلعت الموبايلات بقينا بنصور بالطول، بس ما كانش ليها لازم نتفرج على الموبايلات بس. بعدين ظهر لنا عندنا التيك توك والريلز والشورتس والكلام ده، فبقى موضوع الفيديوهات اللي بالطول ده مهم جدا. انا واحد من الناس مثلا المحاضرات اللي على قناتي على اليوتيوب بقيت اقطعها ريلز واحطها على البتاع. طيب فهي انا فيديوهاتي عريضة فعايز احولها لفيديوهات طولية بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. ادوبي كان عندها خاصيه اسمها اوتو ريفريم، ادخل له الفيديو وادوس على اداه معينه هو يحدد ايه العنصر الرئيسي هنا، البخره، البخره هي العنصر الرئيسي، هو اوتوماتيكلي يمشي لي مع الفيديو لوحده، يعني هو كان بيحدد ايه العنصر الرئيسي ويبدا يعمل لك الفيديو بالطول ويظبط لك الدنيا زي ما انتم شايفين كده. دي بعض الادوات اللي موجوده في ادوبي من البدايه تحت مسمى ذكاء الاصطناعي الاول، لان في ذكاء اصطناعي تاني دلوقتي موجود على الساحه اللي هو الادوبي سينسي. طيب نرجع تاني نشير الباوربوينت. الناس اللي معانا لسه مصحصحين ولا زهقتوا ولا صدعتوا؟ اللي صدع طيب يرفع ايده ونشوف كم واحد يرفع ايده. ماشي يا محمد اشرب شاي، ومنى اشربي شاي. يعني ما اقدرش اخدمكم في النقطه دي. يعني لو صدعتوا قوي اروح بقى. طيب احنا عموما قربنا نخلص ما تقلقوش، يعني ان شاء الله بس الكلام اللي نكون قلناه مفيد بالنسبه لكم. نرجع تاني نعمل شير للباوربوينت. طيب هو انا هلغي الشير للباوربوينت واخليه يورينا كل الويندو كده؟ متهيألي اي حاجه هنقل عليها انتوا شايفينها صح؟ يعني انا دلوقتي في الباوربوينت طلعت منه دخلت على الفيديو انتوا شايفين عادي صح؟ شايفين كل حاجه كده سليم؟ ايوه تمام. طيب كده افضل عشان نتحرك اسرع. طيب فعندنا فالبريمير كان فيه البريمير بما انه احد اهم برامج المونتاج اللي اتكلمنا عليها النهارده، كان فيه 5 ادوات رئيسيه.
خمس ادوات رئيسيه شفنا حاجه منهم اللي هو الاوتو ريفريم اللي وريته لكم من شويه. الفيديو العريض بيختصر هو الفيديو طولي بطريقه اوتوماتيكيه من ان هو يحدد العنصر الرئيسي ويتتبعه في فيديو طوله. الاوتو كلر برضو وريت لكم لما ان احنا عندنا فيديو بصوره معينه بندوس على زرار اوتو كلر فبيغير الالوان بيحسن الاضاءه وبيختار لي الوان افضل. عندنا حاجه اسمها اوتو ترانسكريبشن. خلونا نتخيل ان انا دلوقتي عندي فيديو بتكلم فيه. الخاصيه دي موجوده في عده لغات لسه ما فيهاش العربي للاسف. العربي دايما في ادوبي بيوصل بس بيوصل متاخر. ما علينا، خلينا نقول عندي فيديو انجليزي عايز اعمل له سبتايتل فالراجل بيتكلم بالانجليزي. دلوقتي كان لازم اودي الفيديو لحد يسمعه، الحد يسمعه يكتب لي الكلام وابدا اظبط التايمنج بتاع الترجمه بتاعتي. ده كان زمان. دلوقتي بعد الذكاء الاصطناعي بضغط على زرار البرنامج ادوبي بيسمع الفيديو بيحول النص اللي بيسمعه لكلام مكتوب وبيعمل ترجمه بالزرار واحد يوزعها لي على الفيديو ده تماما. طيب يبقى انا استفدت من اوتو ترانسكريبشن دي ان انا بيطلع لي الترجمه. ايه كمان؟ في حاجه جديده دلوقتي موجوده في الادوبي بريمير وموجوده في الدافينشي ريزولف، الاثنين فيهم نفس الخاصيه، التكست بيزد اديتنج. ايه التكست بيزد اديتنج؟ يعني مثلا واحد طالع في فيديو بيقول هالو هاو ار يو ماي نيم از سالم، حلو، ضغطت على ترانسكريبشن كتب لي الكلام ده بالانجليزي. فانا هشيل مثلا هالو هاو ار يو، هشيلها احدد عليها كده، شفتوا انتوا في الوورد بحدد على نص احدد عليه كده واقول له ديليت. فبيعمل ايه؟ مش بيديليت لي النص بس، ده كمان بيشيل لي الجزء ده من الفيديو. انا ما منتجتش فيديو اصلا ولا قطعت على تايم لاين ولا اي حاجه، ده انا جبت تكست وقمت واخد منه كلمات مطيرها راح قطع لي الكلام ده في الفيديو بدون اي معمل مونتاج للفيديو، بس انا عدلت على الكلام. ايه كمان؟ في كلام مثلا متكرر او واحد عنده لازمه، تلاقي ناس بتقول لك وكده فهمني، مش فهمني فهمني، دي لازمه بتحصل عند ناس بقى توتر او لازمه موجوده بصوره متكرره عند الناس، تقدر تقول له والله كل ما تسمع كلمه فهمني دي طيرها لي بدون اي مونتاج، يعني بدون ما انت تتدخل على الفيديو، انت بس تتعامل مع النص وهكذا. فدي خاصيه مهمه جدا بتعتمد بصوره اساسيه على الذكاء الاصطناعي. الميوزك ريميكس، خلينا نتخيل ان انا بعمل مونتاج، المونتاج ده عايز اعمل عليه خلفيه صوتيه موسيقى. طيب عندي الفيديو مدته دقيقتين والموسيقى اللي العميل اختارها مثلا مدتها دقيقه واحده، انا عايز اكمل الدقيقه الثانيه. زمان كنا بنعمل ايه؟ كنا ننسخ بقى الدقيقه الثانيه ونقعد نمكسج ما بينهم عشان نعمل ترانزيشن ما بينهم يكون مناسب وايه، ونشتغل كل ده يدوي ونعمل الختمه وبتاع، كان بياخد مننا وقت. دلوقتي هو اداه واحده بسحب بيها الفيديو بحطه على تايم لاين واسحب الفيديو عفوا اسحب الصوت، اقول له بدل ما انت دقيقه اعمله لي دقيقتين، هوب تك 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 لوحده كده يبدا يفكر، يقوم حول لي الفيديو الموسيقى بتاعتي بدل ما هي دقيقه يعملها لي دقيقتين زي ما انا عايز بالظبط، وهو يمكسج وهو يظبط الصوت ولا كان في حاجه اتقصت ولا كان في حاجه اتعملت. الاوتو داكينج، ودي برضو خاصية في الذكاء الاصطناعي برضو معتمدة على الصوت. ايه هي؟ دلوقتي شفتوا احنا دلوقتي عندنا فيديو في واحد بيتكلم، في ناس عمالة تتكلم والعميل جه قال لك انا عايز خلفية موسيقية. طيب الخلفية الموسيقية لو عالية احنا مش هنسمع، صحيح؟ لو بتفرجوا على برامج تلفزيونية فيها موسيقى وبتاع لازم يبقى صوت المتحدثين اعلى من صوت الموسيقى عشان ما يغلوشوش على بعض. طيب كنا بنعمل ايه؟ برضو نقعد نشتغل على التايم لاين، نعمل ان واوت ونقلل الصوت في النص لما الراجل يتكلم، ولما يجي يسكت نعلي الموسيقى تاني وهكذا. دلوقتي الاوتو داكينج ده بحدد له على صوت المتحدث واقول له ده صوت المتحدث اللي انا اللي عندي، واقوم دايس على مقطع الموسيقى اقول له لو سمحت وطي الموسيقى لما الراجل ده يتكلم، هوب اوتوماتيك الكلام ده بيحصل بطريقه اوتوماتيكيه من خلال الذكاء الاصطناعي. الكلام ده موجود فعلا في ارض الواقع في البريمير، وزي ما قلنا بقالها الآلية دي او آلية الذكاء الاصطناعي دي 4 سنين كاملين. طيب يبقى ده جزء من الحاجات اللي موجوده على ارض الواقع ومستخدمه في برامج المونتاج بالذكاء الاصطناعي. ايه كمان؟ ايه كمان ظهر جديد؟ لو حضراتكم متابعين او حد منكم مصمم جرافيك او ليه خبره مجال الجرافيك، من كام شهر بس ادوبي اعلنت عن الجنريتيف فيل، ان انا باجي احدد على جزء من الصوره ايا كان واضغط برومت معين، امر معين بالكتابه اقول له حط لي هنا كذا، كبر لي كذا، اعمل لي كذا، بدل لي دي مكان دي، هوب بيعمل ده بالكتابه. لو حد ما يعرفش اللي هي خاصيه الجنريتيف فيل خلونا نتفرج على فيديو ليها.
نشوف سويا الفيديو ده للجنريتيف فيلم عشان نتخيل سوا. انا بس هلغي الصوت علشان الفيديو كمان لما بيترفع على اليوتيوب لو في حاجة هتقف. شوفوا الفيديو ده سريعا كده معنا. دي خاصية الايه الجنريتيف فيل. حددت على جزء اللي انا مش عايزه من الصورة وجيت هنا قلت له جنريتيف فيل من غير ما اكتب حاجة. يعني انا لو عايز اشيل حاجة مش لازم اكتب له، قلت له جنريتيف فيل. ايه اللي حصل؟ شال لي الخطوط بتاعة الكاوتشات اللي كانت على الارض وخلالي الاسفلت نظيف. طيب مش بس كده، هحدد على جزء واقول له والله انا عايز يلو رود لاينز، خطوط صفراء بتاعه الطريق، عملها لي اوتوماتيك بالذكاء الاصطناعي. عايز اكبر الصوره، هو بيكمل الصوره كل ده بالذكاء الاصطناعي زي ما انتم شايفين. خاصيه الجينيريتيف فيل اهي، هعزل الغزال بتاعي ده واحطه في خلفيه تانية تماما، وعايز اضيف هنا حاجه معينه اكتبها فيضيف لي كل ده الفوتوشوب اوتوماتيك بالذكاء الاصطناعي. الصوره اللي عندنا دي عايز اكبرها شويه فالجزء ده هيبقى فاضي، اقول له والله اعمل لي بحيره متجمده عليها انعكاس، فشفته ويديني خيارات كمان. طيب هيجي حد يقول لي طب يا عم سالم الكلام ده في الفوتوشوب، احنا دلوقتي بنتكلم على المونتاج وانت دخلت لنا على البريمير، ايش دخل الكلام ده بالمونتاج؟ خلونا نشوف ايه اللي دخل الكلام ده بالمونتاج. تخيل دلوقتي ان احنا الخاصية موجودة في الفوتوشوب، فانا دخلت عندي مشهد زي ده وعايز اعمل حاجة اسمها مات بينتنج. ايه المات بينتنج ده يا شباب؟ مات بينتنج دي يعني دي وظيفة او مهمة بنعملها في الفي اف اكس او المؤثرات البصرية، ان احنا بيبقى عندنا مكان بنغير هيئته وبنضيف له مؤثرات معينة واشكال معينة بحيث ان هو يبان حاجة تانية. فخلونا نشوف الفيديو ده سوا. انا عندي فيديو بالمنظر ده، شايفين الشارع ده يا شباب؟ شارع متبلط ونضيف وحد بيسوق في اخره عجله والدنيا تمام جدا، لكن انا عايز احوله للمشهد اللي انتوا شايفينه ده. شايفين المشهد اللي انتوا شايفينه ده؟ خليته شارع متكسر وقديم وحطيت زباله وعمال مش عارف ايه، ونفس هو نفس الشارع بس انا غيرته. الكلام ده كان بيحتاج مات بينتنج ارتست، بيتعمل بطريقه اول حاجه مكلفه ومعقده وعايزه حد متخصص جدا وبتاع، لكن الموضوع ده بقى اسهل دلوقتي وابسط بكتير من خلال الفوتوشوب، اداه الجينيريتيف فيل اللي وريتها لكم. باختصار شديد عمل ايه؟ هو خد صوره ثابته من المشهد بتاعه وجه على الفوتوشوب بحدد وبدا يكتب شويه اوامر زي ما انتم هتشوفوا. كتب اوامر هنا، الذكاء الاصطناعي بيشتغل، عمل له شارع مكسر واداله خيارات هيختار الشارع المكسر المناسب ليه وهكذا. بعدين يبدأ يحدد على جزء تاني ويضيف له حاجات، تمام؟ يبدأ هيدخل على الجزء ده يحدد اهو زي ما انتم شايفين كله بالذكاء الاصطناعي، حدد حاجات جديدة وغير فيها اهو جوه الفوتوشوب. اهو كلها بالاوامر الكتابيه فقط، لا دخل بقى على الفوتوشوب قاعد يصمم ويعمل حاجات ويجيب صور من النت ويشتغلها ويظبطها وكذا، مجرد اوامر بالذكاء الاصطناعي. حط لي هنا مخلفات، حط لي هنا عماره متكسره، حط لي هنا دلوقتي كمان هيحط شويه دبابات، هيحولها لساحه حرب بعد ما كان شارع نظيف ومترتب وكل حاجه كانت فيه تمام. بيبدا ان هو يغير هيئته بس بالكتابه، احدد على المكان اللي انا عايزه وابدا اكتب اهو. شوفوا كده يديني خيارات، ابدا اغير كمان حتى في الحاجات اللي عندي، فالمشهد اتحول معايا بالصوره اللي انتوا عايزينها. طبعا هو في الاخر عشان بس نبقى عارفين عملنا ايه، في الاخر بعد ما عمل الفيديو بتاعه وعمل الصوره بتاعته، انا بس عايز الحته دي تحديدا، عمل ايه في الاخر؟ شوف هنا في اخر الصوره حذف الجزء اللي كان فيه العجله ماشيه عشان لما يحط الصوره دي خلاص صوره يحطها فوق الفيديو الرئيسي، يبقى كل حاجه ثابته ما عدا الاخ اللي بعجله هناك ده في الحته دي هيبان من الماسك او الحته الفاضيه الفراغ اللي هو عمله، فيبقى معايا المشهد بالشكل النهائي اللي حضراتكم شايفينه ده. مات بينتنج بمنتهى البساطه. طيب دي من الحاجات اللي دلوقتي بقت تستخدم كتير في صناعه الفيديو وبقت موجوده عندنا بسهوله ويسر. طيب دي حاجات موجودة اوريدي، خلونا نشوف ايه الحاجات بقى اللي بيخطط ليها ان هي تبقى موجودة في المستقبل.
عندنا قلنا البرمجيه اللي كانت موجوده من ادوبي كان اسمها ادوبي سينسي. دلوقتي ادوبي من كام شهر طلعت لنا حاجه اسمها ادوبي فاير فلاي. ادوبي فاير فلاي للصوره، لكن مستقبلا في عندنا ادوبي فاير فلاي للفيديو. طب بيعمل ايه ادوبي فاير فلاي للفيديو ده؟ تعالوا برضو نشوف فيديو مع بعض. شوفوا يا شباب هو دلوقتي هيعمل ايه. اول حاجه هنا اهو عنده مشهد، حلو، المشهد ده مشهد فيديو، فعايز يحط موسيقى، عايز يحط موسيقى ماشيه مع المشهد ده. طيب عاده احنا بنحط مؤثرات صوتيه او خلفيات صوتيه، موسيقى، اهات، ايا كان. بعد ادور على الانترنت واقعد اسمع واشوف حاجه مناسبه وماشيه مع المشهد، والسنس هنا مناسب ولا لا، تلاقيها عجبتك ما عجبتكش، كل ده انت بتاخد وقت ومجهود. دلوقتي الذكاء الاصطناعي يعمله، بس انت توصف له والله انا عايز موسيقى ماشيه مع المشهد ده كذا، هو ياخد المشهد يحلله تمام ويديك الموسيقى المناسبه. بص هتلاقي الموسيقى جات لك هنا اهو على التايم لاين بتاعك بضغطه زرار، كتبت له بس حاجه. طيب عندك مشهد عايز غير الموسيقى تضيف مؤثرات صوتيه، صوت بحر بقى وصوت الهواء اللي عند الشاطئ وصوت طائر النورس اللي بيطير فوق وهكذا. الكلام ده برضه كنا بنقعد ندور عليه ونحطه يدوي، لا هو دلوقتي يحلل المشهد ويبدا يجيب لك من مكتبه ادوبي مؤثرات صوتيه مختلفه تسمع منها وتحدد المناسب ليك. هو بكل ده بيحلل الفيديو بمنتهى البساطه من خلال الذكاء الاصطناعي. تمام؟ طيب ايه كمان ممكن يعمله؟ تعالى الكالر، احنا دلوقتي من ضمن الحاجات المهمه كمونتير ان انا الون مشهدي. الصوره اللي قدامنا دي فلات ما فيهاش كالر، تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ هقول له والله غير لي الالوان دي، الالوان تكون صباح يعني الصبح طالع، او اعمل لي الالوان الصبح طالع، او اعمل لي الالوان عصريه، اللون يبقى الجو دافي وهكذا. شوفوا هيعمل ايه دلوقتي؟ اهو خلاها صبحيه دلوقتي الجولدن اور اللي هي ساعه العصريه. بصوا الفيديو بقى عامل ازاي؟ الكلام ده انا عشان الون بدخل على لوحه بقى وافضل العب في الاكسبوجر والعب في الشادو والهايلايتس والعب في الاضاءات والعب في البتاع ده. انا بس هنا كتبت امر معين وقلت له جنريت، بدا يديني اللون اللي انا عايزه. هنا دي خاصيه ثانيه في الذكاء الاصطناعي، هقول له اكتب لي اعمل لي كابتشن. شفتوا انتوا فيديوهات اللي في عليها كتابات وكده غير الترجمه؟ الترجمه اوريدي موجوده زي ما قلنا، لا كتابات بقى ايه بارزه كده وجرافيك وبتاع، الكلام ده بيتعمل يدوي. دلوقتي لا، انت تقول له حلل الفيديو، فهو يسمع الصوت يطلع الجمل ويبدا يعمل يختار بنفسه جمل معينه يبرزها على الشاشه زي ما انتوا شايفين كده. شوفوا كل ده بيعمله بصوره اوتوماتيكيه لوحده. طبعا دي حاجات يعني دي الحاجات اللي هم شغالين عليها لسه ما نزلتش، هتنزل في الاصدارات الجايه من ادوبي ان شاء الله. برضه اهو كتبت نص وقلت له والله عايزه يكون كان حاجه بتنصهر. طيب الحته دي مهمه جدا، انا مصور فيديو ايرول او حد بيتكلم وكده فبيقول كلام معين، وعايز مثلا لما يتكلم يجي هنا يقول لك والله انا بلبس جزمه وانا بطلع اتسلق الجبل ومش عارف ايه. البرنامج او البريمير هيحلل النص يسمع الصوت فيجي عند الحته اللي انا بقول جزمه بصوره اوتوماتيكيه يحط لي، شوفوا هيسمع الصوت اهو يحلله يبدا يحط لي، وهي بتتكلم عن الجزمه هحط لها صوره جزمه، سواء الكلام ده متصور عندي او اجيبه من مكتبه ادوبي مثلا يمشي مع المشهد بتاعي، وهي بتتسلق او هي بتعمل مشاهد انسرتات معينه للصوره سواء من المكتبه اللي موجوده عندك او مكتبه ادوبي يجيب لك حاجات مناسبه تعملها كانسرتات للفيديو بتاعك. طيب ايه كمان؟ عندي نص مكتوب، نص مكتوب اهو تمام، دخلته للبرنامج تمام سواء كان بريمير او حاجه تانية، بيعمل لي على النص ده ستوري بورد. وانتوا عارفين ان الستوري بورد من الحاجات المهمه او مرحله مهمه مراحل صناعه العمل المرئي ايا كان، سواء بقى فيلم، موشن جرافيك، كرتون، اي حاجه الستوري بورد مهمه جدا. وكمان يحركها. طبعا الحاجات دي لسه ما بقتش موجوده ومش كلها تنزل مره واحده، هم دلوقتي شغالين عليها حاجه حاجه، في الكام سنه اللي جايه هتيجي، بس احنا بنشوف مع بعض ايه افاق الذكاء الاصطناعي اللي ممكن نقابلها. طيب طيب احنا كده المفروض وقت محاضرتنا الاساسي انتهى. انا فاضل لي شويه صغيرين، هل ما زلتم متشجعين نكمل بس الجزء اللي فاضل ولا عايزين نختم؟ طبعا القرار اول حاجه للمنظمين وثانيا للحضور يشوفوا هم عايزين ايه. يعني خلينا اللي عايز نكمل يرفع ايده واللي مش عايز نكمل يطلع بره عادي. لا يعني خلينا نشوف في اقبال عندنا ولا لا. احنا ان شاء الله مش هنطول برضه، نفتح باب الاسئله.
يعني اي حاجه عايزين تسالوا فيها انا تحت امركم. طيب ممتاز، جزاكم الله خير. نكمل يعني هو ساعتين كمان فاضلين. لا لا ان شاء الله قربنا نخلص. طيب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا، اهم ادوات الذكاء الاصطناعي. اهم ادوات الذكاء الاصطناعي زي ما قلت لكم في بدايه المحاضره، لو تفتكروا ان الادوات كتيره جدا فيها اللي يخصني كمونتير، وانا هركز دلوقتي كمونتير. وزي ما قلت مونتير بشتغل مع لايف اكشن، حاجات متصوره وافلام وكده، حاجات تخصني كمونتير وحاجات تانية ما تخصنيش او ممكن تكون عوامل مساعده او غيره. فاول حاجه بالنسبه لي عندنا طبعا البرمجيات اللي هعرضها لكم دي ممكن احيانا تكون سوفت وير موجود بينزل على الكمبيوتر او ويب ابلكيشن. من ضمن الادوات عندنا ادوبي بودكاست. احنا دلوقتي كمونترين من ضمن المشاكل اللي بتواجهنا ان يجي لنا مقطع صوتي صوته فيديو او مقطع صوتي صوته وحش. ناس كتيرة مثلا مصورين بموبايل في دوشة وعربيات وبتاع ومقطع مهم ولازم اخده وبتاع، انا باخد مجهود كبير جدا كمونتير عشان بالادوات التقليدية احسن الصوت ده واقعد العب بقى في اعدادات وارفع ده وانزل ده وبتاع. لا، ادوبي دلوقتي عملت برمجية ذكاء اصطناعي بس مستقلة، يعني مش موجودة جوه برامجها، حتى مش موجودة في الادوبي اوديشن اللي هو متخصص في الصوت، لا برمجية لسه مستقلة وبيتا يعني تحت التجريب، اسمها ادوبي بودكاست. ادوبي بودكاست دي بتعمل ايه؟ بتاخد الصوت المشوش والوحش ارفعه لها زي ما انتم شايفين، اعمل ابلود سواء اسحب الصوت بتاعي او اعمل ابلود تمام باشتراطات معينه، ان الصوت يبقى صوت بس ما يبقاش مثلا اغاني، الاغاني فيها موسيقى هتفشل، وحتى القران الكريم هيفشل. ليه؟ سواء يعني طبعا ما بنقارنش ما بنقارنش الاغاني والقران في مرتبه واحده ودرجه واحده، لكن خلينا نقول ان القران الكريم فيه تجويد وتلاوه وتنغيم في التلاوه وكده، فالحاجات دي الذكاء الصناعي ما بيفهمهاش انها مقصوده فهيتعامل معها انها خلل، فللاسف بيبوظ الصوت بدل ما يصلحه. بعيدا عن القران الكريم الاغاني برضو معاها موسيقى، فالموسيقى هو يتعامل معها على انها حاجه مبوظه الصوت الرئيسي اللي بيتعامل مع الصوت الانساني او الهيومن فويس، فهيجي الموسيقى يسحب منها ويقللها، ففي حاجات تانية غير الادوات اللي ممكن تتمل، فالصوت برضه بيبقى مشوه. يبقى دي مش معموله لا لتحسين اغاني لا لتحسين تلاوات واناشيد القران الكريم وكده، دي معموله لتحسين الصوت، يشيل منه بقى الصدى، يشيل منه الدوشه، الهواء، الكلام ده. طيب ايه اشتراطاته؟ ده مجاني تقدروا تسجلوا فيه حتى الان مجاني. صوت بس، هو بيقول لك صوت بس، اقصى حاجه ترفعها لي ساعه، واقصى حجم ترفعه لي 500 ميجا، وليك في اليوم 3 ساعات. طبعا يعني انا شغال في وكاله ما بنحتاجش كل ده، يعني مش محتاج انت ترفع 3 ساعات واكتر من ساعه، الكلام ده كبير، لكن هو بيتيح لك امكانيات اكتر من المأمول. ده ذكاء اصطناعي بيستخدم، دي اداه ذكاء اصطناعي بتستخدم في تحسين الصوت. اداه ذكاء اصطناعي تانية من ضمن المشاكل التانية اللي بتواجهنا، انتوا طبعا يعني انا كمونتير شاطر وبطلع فيلم حلو لازم يكون قبلي مصور شاطر مديني تصوير حلو. لو المصور اللي قبلي مش شاطر ومديه تصوير زي الزفت انا هتورط، ساعتها انا بتحول من مونتير لساحر، اتشقلب بقى، ودورك انك تتشقلب عشان تطلع احسن حاجه من الماتيريال السيئه اللي جات لك. فمن ضمن الادوات اللي بنحتاجها اداه اسمها توباز فيديو اي اي، دي بتستخدم في تحسين جوده الفيديو، وده برنامج بينزل على الكمبيوتر مش تطبيق، وبرنامج غالي كمان وبيحتاج جهاز تقيل، يعني جهاز امكانياته عاليه وبياخد وقت طويل في الشغل، لكن في النهايه زي ما انتم شايفين بيحتاجوا المضطر. ادي الفيديو اللي خدناه، الجوده بتاعته زي ما انتم شايفين لو كواليتي، لكن في النهايه بعد الشغل اللي خده طلع لي جوده بالمنظر ده. دي من اهم الادوات اللي ممكن يحتاج ليها مونتير في شغله. طيب ايه كمان؟ حاجه مهمه جدا، البرمجيه دي اسمها ران واي، ودي برمجيه مدفوعه بتديك في البدايه خطه مجانيه عباره عن 3 مشاريع وعدد ثواني معينه، وبعد كده لازم تشترك في اشتراك. دي مش برمجيه ما فيهاش اداه واحده، فيها مجموعه ادوات. زي ايه؟ لو حد فيكم عارف الميد جورني اللي انا بكتب له كلام، ميد جورني وغيره من الحاجات الموجوده، ميد جورني، ادوبي فاير فلاي، الحاجات المختلفه، اكتب له انا نص يحوله لي الصوره صح، ده بقى بيعمل حاجه تانية، ده بتكتب له نص يحوله لك لفيديو. ودي يا جدعان طفره يا جدعان، انت متخيل يعني ايه؟ انا هوريكم فيديو دلوقتي، خلينا عشان نبقى متخيلين سوا. الفيديو ده طبعا لما نشرته على صفحتي
الفيديو ده نشرته على صفحتي طبعا بقى فاريال ينتشر جدا، وبالتالي لما الحاجه لما تنتشر بيدخل فيها ناس غير متخصصين، يعني ناس بتتفرج في العموم. جات لي عليه معظم التعليقات اللي جات من ناس مش مستوعبه الفكره سلبيه جدا، وهي على فكره سلبيه في محلها، يعني الناس مش مثلا بتتبلى عليه، لا هو فيديو بشع المنظر سيء، لكن الفكره اللي وراه احنا يعني الناس مش متخيلها. خلينا نشوف الفيديو ده، نشوفه سوا، اتفرجوا. طبعا زي ما انتم شايفين فيديو مشوه، ناس اشكالها عتيها ها وحول وبتاع وكده، تمام زي ما انتم شايفين مشوه، يعني ضعيف الجوده، منتج ما يعني كفيديو ما حدش يتفرج عليه. طبعا المشروب الغازي ده خلينا نعتبر انه فيروز، اعتبروه فيروز حفله شواء، والناس بتشرب طبعا حاجات شويه حاجات فيها تخريف شويه، تمام. طيب الفيديو ده ممكن نقول اجمالا انه فيديو عبيط، حلو، يعني خلونا نقول انه فيديو عبيط، لكن لك ان تتخيل ان الفيديو ده يا مؤمن ما تدبش فيه، ما فيش فنان واحد حط ايده فيه. الفيديو ده بالكامل واحد بس كتب نص اعمل لي اعلان لمشروب فيروز بيستخدم في حفلة شواء، والكمبيوتر او الذكاء الاصطناعي اشتغل لوحده يا جدعان. فانتوا متخيلين ايه الذكاء الاصطناعي؟ يعني خلينا نقول ايه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده برمجية بتحاكي الذكاء الانساني، بتحاكي الذكاء الانساني، بتتعلم من اخطائها، فيها ماشين ليرنينج. فهي المره دي كتبت مثلا، شفت الطفل الصغير تقول له اكتب الف فيكتبها معوجه، تاني مره تقول له لا اعدلها امسحها واكتبها تاني فيعملها مظبوطه، بعد 3 4 ايام هتلاقيه بيكتب الف زي الفل. هي دي فكره الذكاء الاصطناعي، طفل صغير بيتعلم من اخطائه ويطورها. فلك ان تتخيل ان ده الانتاج الاولي، انك كتبت له بس اعمل لي مشروب واعلان للمشروب ده في حفله شواء فيها ناس، وناس بتحتفل وناس بتاع، كل ده مولد بالكمبيوتر. دي طفره. طيب الفيديو ده بشع، ما ينفعش اجي للعميل اقول له خد الاعلان بتاعك، ده ايه القرف ده، هيرميه في وشي. لكن انا اقدر كمخرج، تخيل معايا انت مخرج، دي الفكره اللي جت في بالك، احنا المشروب هنجيبه كده ونعمل حفله والناس بتشوي والنار بتفرقع من هنا والناس مبسوطه وبتضحك وبتاع، فتحطه على الذكاء الاصطناعي تكتب له الكلام ده فيطلع لك فيديو. فانت تاخد والله الفيديو ده مثلا فيه 15 مشهد، انا عايز منهم ال10 دول، المشهد ده وده 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 وده، هاتولي بقى فلان الفلاني وعلان العلاني والكومبارس دول وقفهم كده وبتاع. ده اداك الفكره وعمل لك ستوري بورد وعمل لك انيماتيك. لو حد مش عارف الانيماتيك ده، ستوري بورد متحركه، يعني انت ممكن تعمل اعلان تنتجه من الاول للاخر وتتخيله وتخلص وتشوف الشكل النهائي وانت قاعد، تيجي في الاخر تاخد الفيديو ده، والله يا جماعه عايزين بقى نصور زيه بس الناس اشكالها حقيقيه وبتاع. شوف سهل لك قد ايه واختصر عليك وقت قد ايه، وبالتالي يعني ده ابداع. فهي الكلام ده من انتاج اداه اسمها رانوي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي. رانوي ده موقع ما فيهوش اداه واحده، فيه مجموعه من الادوات، اهمها طبعا تكست تو فيديو وايمج تو فيديو. انت ممكن تحط له صوره معينه وتقول له حركها لي، يحركها لك. في ادوات تانية متعلقه بالمونتاج بتفيدنا احنا كمونتيرين وتعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثلا الريموف باك جراوند. طبعا انتوا عارفين لما بنحب نصور فيديو ونشيل الخلفيه بتاعته بنصور على حاجه اسمها كروما، اللي هي موجوده تحت كروما الخضراء دي، انا بقف قدام الكروما اصور بعدين بالبرامج بتاعتي اشيل بتاع. طب لو فيديو مش معمول على كروما، فيديو متصور في مكان وفي بقى مليون حاجه، مش ده طبعا عزله بيبقى صعب، لكن من خلال الذكاء الاصطناعي وادوات اداه الريموف باك جراوند بيعمل الموضوع ده بمنتهى البساطه. طب عايز اعمل العكس اللي هو الان بينتنج، انا موجود اهو في مشهد وعايز اشيلني، او في حد بصور منظر طبيعي، بصور شارع وحاجه غته او حد غتت عدى قدامي عايز اشيله من المشهد ده، فبستخدم الان بينتنج، بحدد الحاجه وهو بيشيلها لي بالذكاء الاصطناعي، حاجه كده عامله زي الجينيريتيف او الكونتنت اوير فيل اللي اتفرجنا عليها في الذكاء الاصطناعي الموجود اوريدي في الادوبي. الكلر جريد ده بيلون المشهد لوحده، احط له مشهد معين يلونه لوحده. سوبر سلو موشن، عندي مشهد عادي، انتوا عارفين سلو موشن ده عشان اطلع سلو موشن سموث واحترافي اللي بيستخدم بقى في الافلام والاعلانات وكده، لازم الفيديو من البدايه يتصور فريماته كتيره عشان يطلع فعلا سلو موشن واقعي وما يبقاش بينتع ويقطع معايا. طيب
عندي فيديو عادي وعايز اعمل له سوبر سلو موشن بستخدم الذكاء الاصطناعي وهكذا. البلور فيس لو انا عندي فيديو في اشخاص عايز اشيل وشهم دي اداه موجوده عندنا. الديبث اوف فيلد اللي هي شفتوا الفوكس والاوت اوف فوكس الناس اللي بتبقى قدام الكاميرا ووراك انت بيبقى فيه بلور او انت بلور واللي وراك باين حاجه بتستخدم برضه في صناعه الفيديو والافلام وكده ممكن يعملها لك تحط له صوره عاديه وهو يعمل لك ديبث اوف فيلد وهكذا. السين ديتكشن يكتشف المشهد ويقطعه لك. الاكستراكت ديبث ده بيطلع لك شوفوا دي صوره عاديه لكن هو بيحولها لك الابيض واسود ده بيستخدم في الاف في اف اكس كتير. التراك موشن لو انا عايز اتتبع مثلا حاجه عندي فيديو في حاجه بتتحرك تخيل الحصان ده وعايز اتحرك واكتب عليه هنا كلمه مثلا دي مش موجوده ما حركهاش يدوي بحتاج اعمل تراك لحركته ان انا اتراك حركته تابعها وبعدين اكتب الكلمه واربطها بالتراكنج ده فيمشي معانا وهكذا. فران واي دي اداه مهمه جدا صحيح مدفوعه لكنها للناس اللي ممكن تبقى شغاله شغل احترافي يعني اداه مساعده كتير جدا. عندنا الاداه اللي بعد كده اداه اسمها ديب سواب. بتشوفوا انتوا فيديوهات كتيره دلوقتي يجيب لك واحد وممثل مشهور بتاع ووشه يعني ناس عاديه وحاطين وشوش ممثلين تانيين او مشاهير تانيين وبتتحرك عادي وبتتعمل الكلام ده بيتعمل اللي هو الديب فيك بيتعمل بالذكاء الاصطناعي من خلال موقع اسمه ديب سواب ان انت بترفع الفيديو بصورتك العاديه وترفع له الصوره او صوره المشهور اللي انت عايزه ياخد وشه ويحطه على الفيديو بتاعك ويطلع لك الفيديو بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. اخر اداه هنتكلم عليها وزي ما قلت دي مش كل الادوات دي ادوات معينه انا اخترتها ممكن تكون مساعده ومهمه جدا ليا في موضوع المونتاج. دي اداه اسمها الفوكال ريموفر. ايه الفوكال ريموفر دي؟ احيانا بيبقى مثلا عندنا قصيده شعريه لما حد سجلها مثلا وحط عليها موسيقى او انا عندي اغنيه وعايز كلمات الاغنيه بس ومش عايز الموسيقى فبستخدم الذكاء الاصطناعي في موضوع الفوكال ريموفر ان انا افصل الصوت عن الموسيقى وارمي اللي انا مش عايزه. يعني احيانا ببقى عايز الموسيقى فارمي الصوت واخد الموسيقى بس او العكس. الكلام ده كان مستحيل زمان كان مستحيل الصوت المقطع الصوتي لو طلع من الاستوديو وهو متقفل في تراك واحد خلاص انسى. او بدات حاجات ظهرت برامج بتعمل نسخ مشوهه جدا. دلوقتي بالذكاء الاصطناعي الموضوع بقى اكثر احترافيه وفي مقاطع كتيره جدا بتبقى ممتازه. دي اهم الادوات اللي انا كنت حابب اطرحها عليكم النهارده. اخر حاجه هقولها لكم سريعا قبل ما ادخل على اسئلتكم ويعني عاصم اتكلم فيها قبلي في السيشن اللي فات وانا هعيد الكلام ده. هل الذكاء الاصطناعي جاي ياخد مكانك؟ هل الذكاء الاصطناعي كل الادوات اللي احنا شايفينها دي جاي ياخد مكانك؟ الكلام ده لا مش جاي ياخد مكانك بس ده مش في المطلق. هو جاي ياخد مكان بعض الناس اللي هم هينقرضوا. مين الناس اللي هينقرضوا دول؟ الناس اللي ما بيواكبوش وما بيطوروش نفسهم. يعني الذكاء الاصطناعي ده اصلا معمول عشان يساعدك ده مساعد ليك عشان يختصر عليك الوقت والزمن وعشان يخليك تطلع شغل اكتر احترافيه في وقت قليل وتوصل لمراحل ابداع اعلى واقوى. طيب هل هو بيعمل الحاجة دي هيقضي على بعض الناس؟ هيقضي على بعض الناس. هل هيقعدنا كلنا في البيت؟ لا، هيقعد اللي هو اقتنع ان هو ديناصور ووجب عليه الانقراض، لكن اللي هيواكب ويستمر هيكمل معانا. الصورة دي منتشرة جدا على الانترنت وبتقول لك ان 2009 زي ما انتم شايفين 2009 كان في لما احب اصور في الجو كان في عندنا طيارة هليكوبتر بتطلع ومعاها مصور عادي بيصور بالشكل اللي انتم شايفين ده. 2019 بقى عندنا الكاميرات الدرون اللي موجودة فبيقول لك ان خلال 10 سنوات فقد كل من الطيار والمصور وظيفته. الكلام ده صحيح؟ هل الكلام ده صحيح؟ الحقيقة ده صحيح يعني نسبيا صحيح نسبيا. على مين؟ على المصور اللي فضل مصور وايه قاعد يعيط والطيار اللي فضل طيار وقاعد يعيط فهو دي صحيحة نسبيا لكنها خادعة برضو لان هو ما كلمكش عن المصور اللي بقى مصور درون. يعني انا مصور وبفهم في التصوير وبتاع لما ظهرت الدرونات اشتريت درون وبقيت مصور درون تمام. كمان ما كلمكش عن الطيار اللي ما بقاش بيسوق طياره بس وفي مصور قاعد وراه الطيار. ما هو التكنولوجيا بتمشي في عده فروع زي ما ظهرت الدرون. الدرون دي في النهايه الدرون
شوفوا كاميرتها قد ايه وامكانياتها قد ايه. حتى في درونات اكتر من كده، درون سبايدر دي شيل كاميرات اكبر، كاميرات الكانون ال5 دي والكاميرات السوني ال7 مارك 3 والحاجات دي، في درونات بتشيلها ولكنها ما بتشيلش الكاميرات بهذا الحجم. يعني وظيفة الطيار اللي بيطير بطيارة فيها كاميرا ما زالت موجودة، ها تمام، بس الطيار بس يروح يسوق الطيارة التانية مش اكتر. فالتكنولوجيا مع الوقت، وده من الذكاء الصناعي، التكنولوجيا عموما يعني الكلام ما بيطبقش على الذكاء الصناعي فقط، التكنولوجيا بتمشي في عدة فروع، بتقفل ابواب على ناس وبتفتح ابواب لناس تانية. مين اللي هيستمر؟ اللي بيسمح او بيخلي دايما نفسه مواكب ومتطور مع الزمن. تمام، نشرحها تاني ببساطة. انت لما بتروح فرح شعبي بتشوف الفرح الشعبي مصور بالشكل ده، ماشي دايما مدلدل وراه سلك متوصل بالكاميرا في عدة اسلاك. السلك ده بيبقى فيه سلك في بطارية متوصل بيه، او سلك كهرباء طويل متوصل بمصدر كهرباء اقوى، ويبقى معاه سلك متوصل بيه السويتشر. السويتشر كان بدائي وقتها، كان شاشات وفيديو، وكانت الكاميرا نفسها كاميرا فيديو بشريط فيديو، سواء بقى دي في كام او في اتش اس. تمام، وكان دايما ورا الراجل ده بتلاقوا الصبي بتاعه او المساعد اللي كان بيمسك السلك، فاكرين؟ ووسع رجلك يا استاذ وابعد يالا من على السلك، وبعد اذنك يا انسه. كان واحد بس وظيفته ان هو يلم السلك ويخلي الناس ما تدوس عليه ويسلكه في الفرح. المشهد ده على الارجح ما زال قائم، يعني دي مش تكنولوجيا بائده، الكلام ده لسه موجود حتى الان. الدنيا اتطورت والكاميرات بقت اول حاجه في عنده بطاريات توصيل زياده، مش محتاج يعلق على جسمه او يوصل كابل كهرباء يمد الكاميرا، وكمان البث بقى بيبقى ترانسميت وايرلس، يعني هو بيصور بالكاميرا وعنده جهاز بيحول الفيديو ده لبث وايرلس يروح للسويتشر ويروح للشاشات بدون اي توصيل واسلاك. طيب يبقى في حاجه اتفقدت هنا، ايه هي؟ اول حاجه فقدنا التكنولوجيا بتاعه الشرايط، لان التخزين بقى ديجيتال، بقى على كروت ميموري وعلى ذواكر، وفقدنا الولد اللي ورا الراجل اللي بيسلك السلك، لان ما بقاش فيه سلك متوصل اصلا. طيب يبقى الشاب ده اللي كان بيسلك السلك لو ما طورش نفسه وبقى هو نفسه كاميرامان ومصور، يبقى ايه؟ الدنيا وقفت عليه كده وانتهى دوره، ده انقرض فعلا، وده اللي الذكاء الاصطناعي ضيع عليه. طيب الدنيا اتطورت ومبقاش فيه اصلا مصور، بقى فيه دراع بولت هو اللي بيتحكم في الكاميرا، متوصله بيه الكاميرا زي ما انتم شايفين كده، وهو اللي بيصور حاجات معينه كده. فقدنا مين؟ فقدنا المصور اللي مطورش نفسه وبقى بولت اوبريتور، لان ده في الاخر الدراع ده في واحد بيتحكم فيه عن بعد. فالمصور ده لو مطورش نفسه وبقى بولت اوبريتور، او بقى مدير اضاءه وتصوير لانه اكتسب خبره، او حتى بقى مخرج، معرفش لو تعرفوا المخرج المشهور كريستوفر نولان. كريستوفر نولان بتاع اوبنهايمر وبتاع انسبشن وبتاع الباتمان تريولوجي، راجل مبدع وعبقري في صناعه السينما. كريستوفر نولان ده كان مصور، اللي هو دلوقتي بيكتب وبيخرج مجموعه من اعظم الافلام الموجوده على الساحه. صحيح جزء كبير منها بيحتاج تفكير وفهم، لكن في النهايه راجل يعني اسمه كبير في ساحه الاخراج في هوليوود، كان كاميرامان طور نفسه بقى كده. هي نفس الفكره. انا ليه بحكي لكم الكلام ده؟ انت لو تطور نفسك وتواكب الذكاء الاصطناعي، بمعنى ايه؟ اول حاجه انك انت تبقى عارف ادوات الذكاء الاصطناعي اللي بتساعدك في شغلك وبتعلمها باستمرار، انك انت تقدر تطوعها، تطوع كل اداه منهم وتسخرها لخدمتك وتدمجها مع شغلك بحيث تطلع شغل احترافي اكتر، يوفر عليك وقت، يطلع جوده اعلى وكل حاجه، انت مش هتنقرض، وساعتها الذكاء الاصطناعي مش هيقعدك في البيت ومش هياخد مكانك. شاكر جدا حسن استماعكم، واسف جدا لو ازعجتكم وطولت عليكم. اتمنى اكون فعلا احسنت استثمار وقتكم، واشكر الاي اس ام اي على يعني اتاحتهم الفرصه دي، وعلى ان هم يعني جمعوا العدد ده من المحاضرين والعدد ده من الشباب عشان يحققوا اقصى استفاده للجميع. شكرا لكم مرة تانية. كان معكم سالم أشرف. هننتقل دلوقتي للأسئلة، اللي عنده أي سؤال من حضراتكم يتفضل، كل أذان صاغية. شكرا جزيلا.
أنا مش سامع حاجة، لو حد بيتكلم يعني نبهوني. حد يعني اللي عايز يسأل يتفضل يرفع إيده، لو في أي أسئلة أنا حاضر، أي استفسار، أي نقطة مش واضحة برضو يعني، حتى ولو الكورس انتهى أنا اتشرفت بمعرفتكم وأنا موجود لحضراتكم جميعا. تقدروا تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك، صفحة سالم أشرف، هتلاقوها الصفحة دي، يعني مش محتاج رابط أو أي حاجة، سالم أشرف، وهتلاقوني على طول موجود قدامكم. دي صفحتي موجودة على الفيسبوك لو حد حاب يتواصل، وبرضو قناتي على اليوتيوب، قناة علمني مونتاج، فيها مجموعة من الدورات المختلفة في الموشن والمونتاج وغيره، تحت أمركم يعني، تواصلوا معايا في أي وقت، أي حاجة عايزينها، أي مصادر، أنا تحت أمركم. اتفضلوا. حد هيسأل؟ طب لو مش هيسأل هناخد منه 2 جنيه. كان في شباب طيب اللي رافع ايديه يعني يقدر يتعامل مع المايك وانا تحت امره في اي سؤال. اللي عنده سؤال يقدر يفتح المايك كده على طول. اللي عنده سؤال يقدر يفتح المايك يا شباب ويسأل على طول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أولا بشكر حضرتك، معك محمد عاطف، بشكر حضرتك على السيشن جميلة جدا، كانت مفيدة جدا يعني. أهلا وسهلا يا محمد، الله يعزك، سعيد جدا برأيك ده، ربنا يخليك. عندي بس استفسار بسيط في النقطة، لما كان عندنا الشارع وحولناه من الوضع اللي كان فيه للوضع التاني، الشارع ال ال تمام؟ ال ال صوتك قطع، اسأل تاني يا محمد، قول تاني. الشارع لما حولناه من الحالة الأولانية للحالة التانية، تمام، في المات بينتينج، ايوه نعم. تمام. هل في حاجة تخلي، هل في إمكانية إن الفيديو، إن أعمل فيديو بيصور ترانسفورميشن كامل من الحالة دي للحالة دي؟ تقدر تعمل فيديو يعني، هي في النهاية انت هتصور الفيديو بتاعك، هتعمل ليارات يعني، مثلا عندنا الشارع وهو نظيف، ضفت الجزء ده، فهتضيف صورة فيها فقط الجزء مثلا اليمين اللي بقى فيه الشجر، الجزء اللي تحت اللي بقى فيه الصورة، تقدر تعمل كده ليارات فوق بعض على التايم لاين بتاعك، بتجيب الشارع من بدايته لغاية ما وصل للصورة النهائية، تقدر طبعا. تمام. هو زي نظام ان انا بعمل عدة صور وبعدين بعمل شورت تايم وبيديني الفيديو. بالظبط كده، تمام، تمام، تحت أمرك. شكرا جدا. عفوا عفوا، شكرا لذوقك. طب اللي يسأل نديله ريال يعني، مش هناخد من اللي ما بيسألش ريالين، نحفز طبعا. هو السؤال مش إجباري يعني، اللي شاف إن هو اكتفى بهذا القدر من المحاضرة، أنا سعيد جدا إن يكون كل اللي قلته واضح بالنسبة لكم يعني. لكن فرصة أخيرة لو حد عايز يستفسر عن حاجة أو كده. أنا بس يعني أتمنى حد من الشباب جزاهم الله خير، أنا يعني مش عارف مين اللي بيرفع إيده، اللي يرفع إيده ويلاقي الدنيا فاضية يفتح المايك ويسأل على طول يعني، ما حدش يستنى إن حد يقول له افتح المايك أو كده، لا، اللي عايز يسأل يفتح المايك ويفتح على طول. طب أسأل أنا؟ أسألكم أنا؟ نعمل اختبار كده، اختبار مفاجئ، نختار واحد بقى ونقول له سمع. طيب لو ما فيش أي أسئلة يبقى جزاكم الله خير جميعا، نكتفي بهذا القدر. شكرا جدا لكل الناس اللي حضروا، وتاني بكرر شكري للـ ESME على المجهود الرائع ده وعلى التنظيم الجميل، وبشكر الجميع اللي حضروا واستمروا معانا للنهاية. لو كنت صدعتكم أو كترت الكلام عليكم، لكن الحقيقة يعني بحب الناس تحقق أقصى استفادة من اللي بنقوله، وأتمنى تاني إن أنا أكون أحسنت استثمار وقتكم جميعا. خلاص تقدروا تغادروا يعني، السيشن اللي عايز يخرج خلاص كده احنا خلصنا، يتفضل، جزاكم الله خير. شكرا جدا لحضرتك يعني، كانت سيشن جميلة جدا يعني، وتشرفنا بحضرتك.
شكرا يا باشمهندس، الله يعزك. شكرا ليك، شكرا ليك ولذوقك يا رب، ربنا يخليك. كالعادة من أمتع السيشنز والله اللي بنحضرها. الله يعزك، شهادة أعتز بيها والله، ورأيكم على رأسي، ربنا يخليك يا رب. بكده نكون خلصنا فعاليات اليوم الثاني، وإن شاء الله هنستكمل في خلال اليومين الجايين. وانتظرونا يعني في بقية التوبكس إن شاء الله. كده نعتبر خلصنا. شكرا جزيلا، مع السلامة. مع السلامة.